أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، ونستأنف مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى السرطان لمساندتهم. والنهاردة بإذن الله هناخد المحاضرة الأخيرة في الكيدني، آخر محاضرة بإذن الله في الكلية، وهي تنقسم إلى قسمين. في القسم الأول وهو الأهم هنتكلم على الأسيد بيز بالانس، وده الجزء الأهم. ثم في الجزء الثاني وهو الأصغر هنتكلم على الرينال فانكشن تيست والكرونيك رينال فيلير، وهي يعني في كثير من الجامعات العربية عندنا ما بيهتموش بيها كثيرا. فهنتوكل على الله ونبتدئ الجزء الأول وهو الأسيد بيز بالانس يا ولاد. لكن كعادتنا بنحب نبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز. فالمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة الماضية اهي، هنتوقع على نبتدئ ثانية بس نظبطها اكتر شوية، اسمح لكم عذرا. Choose one answer is correct. Regarding handling renal handling tubular handling of potassium، مين الإجابة الصحيحة؟ هل البوتاسيوم is reabsorbed only؟ خطأ. Secreted only؟ خطأ. Is both reabsorbed and secreted؟ دي الإجابة الصحيحة اللي هي C. إنما is neither reabsorbed nor secreted، دي خطأ. وطبعا احنا عارفين البوتاسيوم ده very exceptional في انه مادة بيجري عليها reabsorption في الاول لمعظم الكمية، ثم لضبط الكمية في الدم بيحصل secretion في الاخر، فيبقى الاجابة الصحيحة C. السؤال الثاني: all of the following renal segments are impermeable to urea except. الاجابة الصحيحة طبعا thick ascending loop impermeable، الديستال impermeable، الكوركت الكورتيكال كولكتنج تيبيولز impermeable، اللي permeable هو الميدلري كولكتنج تيبيولز، بتخرج اليوريا تو ذا انترستيشال فلويد عشان تساعد في صناعه الهايبر اوزموتيك جريدينت اوف انترستيشال فلويد، اللي بيساعد في الفاكالتاتيف ووتري ابزوربشن، الهام جدا للابزوربشن اوف ووتر. السؤال الثالث: هيدروجين سيكريشن ات ليت ديستال اند كولكتنج تيبيولز. احنا عارفين يا اولاد ان ده بيبقى برايمري اكتيف وعليه صوديوم اندبندنت، لكن بيعتمد على الالدوستيرون. فهل هو اوكيرز باي سكندري اكتيف ترانسبورت؟ طبعا اجابه خاطئه، هو برايمري اكتيف. هل هو صوديوم اندبندنت؟ دي الاجابه الصحيحه، بي هي الاجابه الصحيحه. از نوت ستيميليتد باي الدوستيرون، لا هو ستيميليتد باي الدوستيرون. وبعدين get rid of most of renal hydrogen secretion، لا most of renal hydrogen secretion بيحدث في proximal tubule ل 80% من الكمية. السؤال الرابع يا اولاد، وده كان مسألة provides اللي هو على البلازما كليرانس، وكلنا نعلم ان C تساوي U في V على P، حيث U ال concentration of urine، V ال volume of urine per minute، و P هي ال concentration in plasma. فهو اداني البلازما كونسنتريشن 5 ملي اكويفالنت بير لتر، اليورين كونسنتريشن 375 ملي اكويفالنت بير لتر، اليورين فوليوم بير مينيت 1. يبقى اما اضرب يو في في تبقى 375 في 1 ب 375 على بي على 5، النتيجه هتبقى كام يا اولاد؟ لو قسمت 375 على 5 هتبقى 75 ملي لتر. طبعا المادة دي يبقى الإجابة الصحيحة partially reabsorbed by nephron، وهي C. طيب السؤال الخامس: which substance is best for measuring the effective renal plasma flow؟ يبقى لازم مادة تبقى
completely secreted through a single circulation. واحدة اللي مكتوبة الصحيحة هنا هي الدايدراست، وهي قلت هي عبارة عن صبغة بالأيودين اللي بيستخدموها في الكلى. وخليك معايا، هي completely secreted من النفرون وبتنزل في المجاري البولية، وبالتالي بتبين لنا شكل المجاري البولية، هل في ضيق في الحالب، هل في ستون، هل في dilatation and so on. فالدايدراست اللي هي الصبغة بتاعت الكلية بيستخدموها ليه؟ لانها totally secreted through single circulation وبتنزل في المجاري البولية وفي الأشعة بتبان. يبقى الإجابة الصحيحة ايه؟ وعليه السؤال الأول، إجابة الصحيحة C for cat، الثاني D for daddy، الثالث B for baby، الثالث C for cat، الرابع A for alpha. فنتوكل على الله ونبتدئ الأسيد بيز بالانس. أنا بس أستسمحكم عشان الإضاءة مش مظبوطة أضبطها، لأن مشاع الشمس بأثر علينا شوية. نتوكل على الله، نبتدئ الأسيد بيز بالانس. فهنبتدي بالأسيد بيز بالانس، وده الجزء الأصعب قليلا، وبعدين ننهي بالجزء الأسهل وهو الرينال فانكشن تيست والكرونيك رينال فيلير. طيب الموضوع ده يا اولاد اللي هو الاسيد بيز بالانس من اهم الموضوعات في الطب، وهنعرف بعد قليل ليه. وكثير من الاطباء ما بيعرفوش كويس هذا الموضوع، ولانه هام جدا، وعدم ضبط البي اتش بتاع المريض 2 دي بحياته. فمن فضلكم الناس اللي هي الاندر جراديوتس اللي هم طلبه الطب والماستر والدكتوراه والزملاء الأصغر سنا، يتابعوني كويس قوي من فضلكم مع هذا الموضوع لأهميته. فهنبتدي بال acid base balance. فيعني ايه acid base balance، او اللي هي acid base state؟ بنقصد بيها acid base state of extra cellular fluid. يعني لما بقول اما بظبط الاسيد بيز بالانس او الاسيد بيز ستيت، هي الخاصه بالاكسترا سيلولار فلويد، لان ده تعبير كنا خدناه ولاد مع الهيموستيزيس. فاكرين الهوميو، اسف، الهوميوستيزيس، هوم يعني مسكن، وبمسكن بنعني الانترنال انفايرمنت. وقلنا كما تعيش السمكه في الماء تعيش خلايا الجسم في الماء برضو، اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد. فضبط مسكن الخلايا اللي هو هوم، هوم يعني مسكن، ستيجيس يعني تثبيت، هو ضبط الاكسترا سيلر فلويد. حتى قلنا لازم تكمل الديفينيشن خدناه في الانترودكشن فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. يعني هوميوستيزيس الديفينيشن ده ينقسم الى شقين، تثبيت المسكن ادي الشق الاول في الوضع الافضل، ده الشق الثاني. فتكيب the internal environment اللي هو بالنسبة للخلايا extra cellular fluid constant for optimum function of cells. فكنا بنظبط حوالي 7 حاجات مهمة، واحدة من أهمهم اللي هو pH. فما نقول acid base balance نحن نعني ان احنا acid base state of extra cellular fluid. طيب دي كانت اول نقطة، عاوزين نعرف ما هو الاسيد وما هو البيز. الاسيد يا اولاد هو مولكيل produces هيدروجين، اي مولكيل جزيء بيدي هيدروجين ده نعتبره اسيد، نسميه بروتون دونر. طب الاسيدز نوعان، في strong acid اللي هي بتبقى 100% dissociated، زي مثال مثلا هيدروكلوريك اسيد، كل الجزيئات بتنقسم الى هيدروجين وكلورايد. أو ويك أسيد، ومثال
زي الكربونيك اسيد بيبقى 1% بس منه ديسوشيتد الى هيدروجين وباي كربونيت. طيب نيجي امال ما هي البيز؟ البيز بالعكس هي مولكيل كومباينز وذ هيدروجين، مش يعني مش بتدي هيدروجين، بتستقبل هيدروجين زي الهيدروجين، بنسميها هيدروجين اكسبتور في هذه الحاله. وبرضه هتنقسم الى نوعين، سترونج بيزس زي الصوديوم هيدروكسيد اللي بيبقى 100% ديسوشيت، وويك بيز زي الامونيوم هيدروكسيد اللي هي 1% ديسوشيت. طيب نسبه الفري هيدروجين في الاكسترا فلويد قد ايه؟ فيري فيري لو، وبقولها بطريقه لا يمكن ان تنسى، 0.00004. يعني خد بالك أربعة وقبلها أربع أصفار، يبقى حلوة في تذكرها، أربعة قبلها أربع أصفار، ملي مول بير لتر اللي هي تعادل 40 نانو مول بير لتر. دي كانت المعلومة الأولى. ننتقل للمعلومة الثانية. هنبتدي How we determine the arterial, how we measure the pH. زي نعرف موضوع acid base balance. احنا we have to measure in arterial blood 2 out of 3. يعني بنقيس، خد بالك نقطتين مهمين جدا، العينات بتاعت pH يا ولاد بناخدها من arterial blood. دي انا احب اربيكوا ليها، يعني معظم عينات الدم بناخدها فينس من الوريد، لان طبعا قلنا الوريد ليه بناخد عينات فينس؟ اولا هي الاسهل، دي نمره واحد. اتنين انه البانشرينج فين، انك انت يعني تثقب الفين، ده غير مؤلم لان الفين ما فيش حواليه بلكسس زي الارتر. نمره ثلاثة ليه بناخد عينات من الفينز؟ لان البريشر في الفين بيبقى واطي جدا، فبعد ما تسحب النيدل الليكج بيبقى بسيط ممكن ايقافه. يبقى معظم العينات في الدم بناخدها فينس، لكن في عينتين مهمين جدا في الدم يا اولاد، يلا كل الناس تسمعني، الاندر جرادويت والبوست جرادويت، في عينتين لازم ناخدهم ارتيريال اللي هم البي اتش والبلاد جاسز. يبقى العينات الخاصه بالبي اتش والبلاد جاسز لازم يتاخدوا ارتيريال بلاد، ما يتاخدوش ابدا فينس. فدي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو. ليه؟ لان البي اتش بتاع الفينس بلاد بتفرق. لو التيشو ده اكتف هيبقى الدم الفينس اللي طالع منه مور اسيديك عن تيشو تاني ريستنج، يبقى الاكتف هيبقى مور اسيديك عن ريستنج. يبقى طب هقارن ازاي؟ انما الارتيريال قبل ما يروح للانسجة كله ذا سيم بي اتش، بتبقى 7.4. نفس كان بالنسبة للبلاد جاسز، لو انا عندي اكتف تيشو هيبقى البرودكشن اوف سي او 2 فيه كتير في الفينس بلاد، وسحب اوكسجين كتير يبقى نقص الاوكسجين جامد مقارنه بريستنج تيشو. فالمقارنه هتبقى ازاي؟ البلاد جاسز بتفرق، فاكتف تيشو هيطلع سي او 2 كتير ويستهلك اوكسجين كتير، الريستنج اقل، فعشان كده بناخدها ارتيريال. يبقى كل العينات في الطب بتتاخد فينس، دي نقط مهمه جدا، ما عدا يوجد نوعان من العينات لازم ناخدهم في هذه الحاله بناخدهم في ارتيريا اللي هم البي اتش والبلاد جاس. طيب احنا في البي اتش لازم بنركز يعني بنقيس حاجتين من ثلاثه وتبقى حافظهم صم، الهيدروجين اين كونسنتريشن تبقى عارف كويس قوي اللي هو كام، بيبقى 5 قلنا 40 بس في رينج، في هيبقى 35 الى 45 نانو مول لكل لتر، او لو عايزها بالبي اتش بتبقى من 7.35 ل 7.45، يبقى في رينج تحفظهم صم النورمال ستاندرد. طيب يبقى الهيدروجين لما اقيسه هعرف منه او البي اتش هل عنده اسيدوزس اور الكالوزس. طب ستيل في سؤال مهم هنعرفه بعد شويه، نوع الاسيدوزس والالكالوزس ده لازم تقيس واحده من الاثنين الجايين، يا اما تقيس البريشر اوف كربون دايكسايد
يا اما تقيس البايكربونات نمره 3 اللي هي الالكالي ريزيرف. طب احنا عارفين الكربون دايكسايد في الارتيريا بلاك كام؟ كلكم فاكرينه الرقم 40 مليمتر مركوري. 40 طب في رينج من 35 ل 45 مليمتر مركوري. طيب النقطه الثالثه البايكربونات اللي هو الالكالي ريزيرف، الرينج بتاعه من 22 ل 26 ملي ايكويفالنت بير لتر. يبقى تاني اتعلمنا دلوقتي على موضوع البي اتش، اتعلمنا شيئين. اول نقطه انه في الهيدروجين اين في الدم لما بنقصد الاسيد بيز بالانس فنحن نعني الاسيد بيز ستيت، افتح ودانك، اوف ذا اكسترا سيلر فلويد. طب تاني نقطه اتعلمناها ان تو ميجر الاسيد بيز ستيت لازم ناخد العينات ارتيريال وبناخد 2 من 3. اول حاجه لازم نعرف تركيز الهيدروجين اين، لان ده يقول لي لو زاد تركيز الهيدروجين اين اللي هي يعادل نقص البي اتش تبقى اسيدوزس، لو نقص الهيدروجين اين في الدم اللي هو يعادل زياده البي اتش تبقى الكالوزس، وتبقى حافظ تركيز الهيدروجين اين كويس قوي. الرقم السهل 40 نانو مول بير لتر، طبعا بناخد رينج من 35 ل 45. طب البي اتش الارتيريال بلاد 7.4، بناخد رينج من 7.35 ل 7.45. الارقام دي مهمه جدا في الطب. طب عشان اعرف نوع الاسيدوز او الالكالوزيس اقيس واحده من الاثنين الجايين، عشان كده بنقول انت بتقيس 2 اوت اوف 3، 2 اوت اوف 3 اهو. فتقيس لي البريشر اوف كربون دايكسايد، هنفهم بعد شويه ليه الكلام ده، اللي هو نورمالي 40 مليمتر مرك. طب الرينج 40 يبقى 35 ل 45. او تقيس لي الالكالي ريزيرف اللي هو البايكربونات في الدم اللي هي من 22 ل 26 ملي ايكوفرام بير لتر. طيب جابوا منين الثلاثه دول؟ برضو احب افهمها لكم. انا كنت قلت في سنه اولى وتاني الناس اللي بتسمعني اول مره، مين البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين كونسنتريشن في الجسم؟ الاجابه the primary determinant of hydrogen ion is carbon dioxide. يبقى ال primary determinant هو carbon dioxide، لان ال hydrogen ion concentration is directly proportional to carbon dioxide in physical over carbon dioxide in chemical. طيب مين يمثل ال carbon dioxide in physical؟ قلنا الغازات المذابة هي اللي ليها ضغط، يبقى اللي بيمثل ال carbon dioxide in physical هو المذاب، هو البريشر اوف كربون دايكسايد اهو قصادنا. بينما الاهم صوره للكربون دايكسايد كيميكال، موست اوف كربون دايكسايد كنا قلنا في سنه اولى يا اولاد بيحمل از بايكربونيت، فاهم صوره كيميكال هي البايكربونيت. انا بس بذكركم باللي قلناه في السنه الاولى، ان عارف ان في ناس ممكن يكونوا اول مره بيسمعوني، فتاني اقول انا قلت ايه في سنه اولى. انا قلت ان البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين كونسنتريشن، افتح ودنك، از كربون دايكسايد. يعني اهم حاجه تحدد الهيدروجين اين هو الكربون دايكسايد. طب ليه؟ تاني معلومه قلتها، لان الهيدروجين اين كونسنتريشن از دايركتلي بروبورشن تو كربون دايكسايد ان فيزيكال المذاب، ويمثله هنا البريشر اوف كربون دايكسايد، لان قلت الغازات المذابه هي اللي ليها بريشر. الغازات في الاتحادات الكيميائية لا ضغوط لها. Gases in chemical forms have no tension. Only gases in physical form. عشان كده اللي بيمثل الكربون دايكسيد في الفيزيكال هو البريشر اوف كربون دايكسيد. بينما الكربون دايكسيد in chemical معظمه موجود as bicarbonate. يبقى فهمت التلاتة دول جم منين؟ جم من المعادلة دي. يبقى لازم في قياس الاسيد بيز ستيت نقيس ناخد عينة ارتيريال بلاد. دي اول معلومة مهمة جدا في الام اس كيو، ارتيريال ده قلت مفيش حاجة بناخدها ارتيريال غير اتنين، عينات الهيدروجين اين او البي اتش وعينات البلاد جاس، وبناخد اتنين اوت اوف 3. لو حضرتك قست الهيدروجين اين ده بتعرف هل هي اسيدوز ولا الكالوز، لو قست واحدة من الاتنين دول بتعرف نوع الاسيدوز او الالكالوز.
طالب هيسألني طب ليه واحدة من الاثنين؟ هنقولها في أوانيها لكن أقولها دلوقتي عشان تبقى فاهم ليه واحدة منين. لأنه هما اثنين بيتغيروا بنفس الطريقة، يعني في أي نوع من الأسيدوز والكلوزي هما اثنين يزيدوا في نوع ما، يا إما في نوع آخر هما اثنين يقلوا. عشان كده كفاية تقيس واحدة من الاثنين، مش لازم تقيس الاثنين. لأن البريشر في كاربون دايكسايد أندربوز، افتح ودنك، the same changes as bicarbonate، نفس التغيرات. فلو ده زاد ده زاد، لو ده قل ده قل، يبقى كفاية تقيس واحدة. عشان كده قلنا 2 out of 3. النقطة الثالثة، ايه أهمية الأسيد بيز ستيت؟ ان كل ده سؤال شفوي، ان كل البروتين ميدييتد بروسيسز، كل البروسيسز اللي فيها بروتين بتعتمد على البي اتش. واذا كنت ناسي افكرك، انا قلت ان كل الاكتيف ستراكشرز في جسمك، الاكتيف اللي لهم قيمه، النشطين، هم عباره عن بروتين. الانزيمز ار بروتين، الترانسبورت مولكيولز اللي هم الكاريرز بروتين، الريسبتور بروتينز، الكونتراكتايل مولكيولز اللي هم الاكتينومايسين، كل ده بروتين. يبقى ايه اهميه ضبط الاسيد بيز ستيت في الجسم؟ ان كل البروتين ميدييتد بروسيسز، اي حاجه ما بتشتغلش غير في بي اتش معين. الله، طب ده احنا كل حاجه مهمه في جسمنا لا هي ليبيد ولا كربوهيدرات، هي اساسا بروتين. النقطه الرابعه بعد كده اللي هي السورسز اوف هيدروجين. انا بعيد كلام قلته في سنه اولى، قلت يا اولاد ان جسمنا لا ينتج غير اسيدز. الميتابوليزم بتاعنا ما يطلعش غير اسيدز، عشان تبقى فاهم. and this is why فسرت لكم ليه البي اتش بتاعتنا 7.4 يعني الكالاين، لان في جسد لا ينتج سوى احماض كان لازم نبقى مستنيينها بحاجه الكل. الجسم الميتابوليزم ما بيطلعش غير اسيدز، مفيش ميتابوليزم يطلع الكل. طب بيطلع اسيدز، يبقى تبقى مستناه بايه بقى؟ الوسط اللي انت مستنيه فيه يبقى الكري. طيب سورسز اوف هيدروجين، الانجستد فود، ناكل اكل يبقى فيه اسيدز. نيجي الميتابوليزم وهو الاهم. الكربوهيدرات بينتج 12000 ل 20000 ملي مول بير داي من الكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده يسموه فولاتايل اسيدز، ليه؟ فاهم؟ لانه بالكربونيك انهيدريز هيتحول الكربونيك اسيد الى ووتر وكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد ده فولاتايل، هيطلع عن طريق الريسبيريشن. طيب بينما البروتين والليبيد فيهم يا فوسفرس يا سلفر، يبقى هينتجوا يا اما سلفوريك اسيد يا اما فوسفوريك اسيد، دول فيكس الاسيد. مين اللي يتخلص منهم؟ الكيدني. يبقى الميتابوليزم بتاع الاكل ما بيطلعش غير اسيد، الكربوهيدرات طلع كربونيك اللي هو فولاتايل تتخلص منه اللانجز، والبروتين والليبيدز اللي فيهم سلفر وفوسفورس بتطلع فوسفوريك اسيد وسلفوريك اسيد اللي هم فيكسد. مين يتخلص منهم؟ الكيدني، وده كميته حوالي 60 ملي مول بير داي. في حاجه تانية بتنتج اسيد في جسمنا، اللاكتيك اسيد. في السيفير اكسرسايز لما بيتكسر الجلوكوز انيروبيكالي بينتج لاكتيك اسيد لما يبقى في ان اديكويت اكسجين. طيب في الدايبيتس ميليتس مش عارف احرق كربوهيدرات لان مفيش انسولين، فاحرق عوضا عنه فات. وقلت افهموا صح، مش حرق الفات بينتج عنه كيتو اسيدز. عمري ما قلت الكلام ده اللي بيقوله بعض الزملاء، قلت حرق الفات بدون كربوهيدرات. يعني شرطين عشان ينتج كيتو اسيد في الدايبيتس ميليتس، لازم تحرق فات وفي نفس الوقت ما تحرقش كربوهيدرات. طب ما هو ده الوسط الامثل في الدايبيتس ميليتس، ان انا ما بحرقش كربوهيدرات وبحرق فات في عدم حرق كربوهيدرات، ينتج عنه كيتو اسيدز. طيب قلنا الاماونت اوف هيدروجين في الاكسترسيلولر فلويد از فيري سمول كومبيرد للاماونت اوف هيدروجين برودوسد. فقلنا ان الكميه، فاكرينها الرقم يا اولاد، كان 0.4 ملي مول اللي هو 40 نانو مول بير لتر. طب ايه العلاقه بين البي اتش والهيدروجين اين؟ قلت البي اتش هو النيجاتيف لوج بتاع الهيدروجين اين كونسنتريشن تو ذا بيست اند. هنشوف يعني ايه العلاقه بين البي اتش
والهيدروجين اين. البي اتش هي النيجاتيف لوج لتركيز الهيدروجين اين لبيس 10. هنشوف المعادله اهي، ده نيجاتيف لوج تو ذا بيس 10، ادي تركيز الهيدروجين اين قلناه اللي هو 0. اوعى تنسوها بقى، 4 اصفار 4. وقلت جابوا منين كلمه بي اتش في سنه اولى؟ انا كل ده براجع لكم اللي خدناه في اولى للناس اللي بيحضروا معايا اول مره. بي اتش اللي هم قالها الناس الالمان بوتنشيا هيدروجينا، قوه الهيدروجين اين. لو ترجمت الكلمه الى الانجليزيه يبقى باور اوف هيدروجين، حتى مصادفه انها بي واتش، باور بالبي وهيدروجين بالاتش. ادي انا عارف في ناس اول مره تعرف كلمه بي اتش جابوها منين. بالالمانيه بوتنشيا هيدروجينا اللي معناها بالانجليزيه باور اوف هيدروجين، اللي هي البي اتش اللي هي النيجاتيف لوج للهيدروجين اين كونسنتريشن تو ذا بيس 10. تاني نقولها ثلاث كلمات، يبقى بقول لك ايه علاقه البي اتش بالهيدروجين اين؟ النيجاتيف لوج وهيدروجين اين كونسنتريشن، ثالث كلمه تو ذا بيس 10. وده بيفسر لك لانك قلت النيجاتيف لوج يبقى لما الهيدروجين اين يزيد البي اتش تنقص، لانها نيجاتيف لوج الهيدروجين اين ينقص يبقى البي اتش تزيد. اظن فهمتها ليه. طيب احنا قلنا بقى الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. Life is compatible within a very very narrow range of pH changes. فاحنا 7.4 الارتيريال اللي احنا يهمنا الارتيريال، لان قلت لكم الفينس بيختلف، هل التيشو اكتف يبقى البلاد اللي طالع منه مور اسيديك ولا ليس اكتف يبقى ليس اسيديك. فعشان كده ما بنقارنش ابدا ابدا بفي، ما بناخدش عينه فينس بلاد، بناخد عينات ارتيريال اللي هو 7.4. حضرتك الحقيقه ممكنه لو نزلت من 7.4 تحت 6.8 يتوفاك الله. طيب 7.4 لو زادت ل 8 يتوفاك الله، يبقى الحقيقه ممكنه ما بين 6.8 and 8. حتى لطيفه 6.8 and 8 الحقيقه ممكنه. طيب النقطه الخامسه والاخيره في المقدمه، ريجوليشن اسيد بيز بالانس. ازاي بنظبط الاسيد بيز بالانس؟ احنا قلنا جسمنا بينتج اسيدز، يبقى اول حاجه بنتصدى بيها الاسيد هي الكيميكال بافرز. خلاص تعرف يعني الكيميكال بافرز دي كلمتين، ان البافر، في ناس مش فاهمه اللي هقوله، كل اللي بيعمله انه بيحول سترونج اسيد الى ويك اسيد، يعني هو ما بيلغيش الاسيد زي ما هنشوف، انما بيمينيمايز التشينج ان بي اتش. ازاي؟ ما انا فهمتك انه مثلا لاكتيك اسيد قوي هيتحد مع صوديوم بايكربونات يدي صوديوم لاكتيت وكربونيك اسيد، يبقى كل اللي عمله الصوديوم بايكربونات اللي هو البفر ايه؟ انه حول اللاكتيك اسيد القوي اللي هيغير البي اتش تغيير جامد الى كربونيك اسيد ضعيف. يبقى اذا الكيميكال بافرز يا اولاد ما بتمنعش التغير في البي اتش، انما بتقزم بتقلل بتمينيمايز التشينج ان بي اتش. بس فيها ميزه رهيبه انها التفاعل الكيميائي ياخد جزء من الثانيه، مش ثانيه، يبقى بتحصل ان فراكشن اوف سكند. طيب لطالب فاهم، احنا قلنا الاحماض نوعان، يا فولاتايل زي اللي بيطلعوا من الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي هم الكربونيك اسيد، تبقى دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه اللانز، يبقى ريسبيراتوري سيستم مسؤوله انها تريموف الهيدروجين اين اوف فولاتايل اسيد، ودي بتشتغل within minutes. تاني نوع من الاسيد اللي هو الفيكسد اسيد، زي قلنا السلفوريك اسيد، الفوسفوريك اسيد، اللاكتيك اسيد، الكيتو اسيد، دي فيكسد اسيد، يبقى ما تنفعش تطلع عن طريق اللانج، انما بتطلع عن طريق الكيدني. يبقى الكيدني وظيفتها تتخلص من الفيكسد اسيد، بس في وظيفه تاني الاوائل، وتريستور الاكسترا سيلولار بافر، لان لما الحمض بيتحد مع البافر في الخطوه الاولى البافر بيقل، فغير انها تتخلص من الفيكسد اسيد نمره واحد، تريستور الاكسترا سيلولار فلويد بافرز نمره اثنين، ودي بتشتغل within hours to days. ما تسالني مين اكثرهم اهميه، انا علمتكم يا اولاد ان في اي حاجه لما يسالك مين الاكثر اهميه في اي حاجه، مش هنا بس، القواعد جميله جدا اللي بيرسيها العبد الله،
الأبطأ هو الأهم. عملا بالمثل الإنجليزي slowly but surely، يبقى حضرتك عندك البفر مش ثانية، الأوائل يقولوا fraction of a second، respiration minutes، الكيدني hours to days. من هو الأبطأ؟ الكيدنس hours to days، يبقى هي الأهم. والكيدنس بقى ما بتعمل حاجتين، تتخلص من الفيكسد أسيد وترستور الاكسترا سيلر فلويد بافر. دي كانت النقاط الخمسه في مقدمه، ولاهميه الموضوع فيعني اسمحوا لي نعيدهم تاني في عجاله، لان انا عارف في ناس اول مره ما سمعوش المقدمات اللي قلتها عن الهيدروجين اين قبل كده، ولا كلمه هوميوستيزيس ولا الحاجات دي. فتعالى نقولها مره اخرى يا اولاد. اول نقطه في الاسيد بيز بالانس، يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ يعني ان احنا نظبط الاسيد بيز ستيت، اهي الكلمه المهمه عاملها لك باللون الاصفر اللي هو احسن لون بيشوفه الانسان، اكسترا سيلولار فلويد، يبقى هي تساوي الاسيد بيز ستيت واكسترا سيلولار فلويد، تو كيب ذا اسيد بيز ستيت اوف اكسترا سيلولار فلويد كونستنت فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. طيب وقلنا لازم يبقى كونستانت عند كام في نفس النقطه؟ كلنا حافظين البي اتش في ارتيريال بلاد 7.4، لكن مش حافظين طب ده يعادلها قد ايه هيدروجين، كميه صغيره قوي قوي من الهيدروجين، فيري لو. وحفظتها لاجيال بطريقه سهله، اوعى تنساها اهو 0.4 أصفار 4، يبقى حلوه في الحفظ 0.00004 أصفار 4 ملي مول بير لتر، اللي هي تعادل 40 نانو مول بير لتر. دي كانت اول نقطه في الخمسه، حب النظام قوي. طيب النقطه الثانيه، قلنا عاوزين نعرف الاسيد بيز ستيت بتاع حضرتك او بتاعه المريض بتاعنا، فقلنا هنا في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان احنا العينه بناخدها ايه يا اولاد في حاله البي اتش، اوعى تنسى بقى في الام اس كيو ارتيريال بلاد، وفهمتك ليه؟ لان الفينوس بلاد بيختلف من تيشو لتيشو حسب الاكتيفيتي، لكن الارتيريال بلاد ثابت مفروض، فيبقى المقارنه ارتيريال. ويوجد نوعان من العينات بناخدهم ارتيريال، لا اكل، بس عشان اطلع دكاتره كويسين، عينات البي اتش نمره 1 وعينات البلاد جاسز نمره 2. لما يقول لك روح هات لنا عينه، اوعى ترجع له بفينس بلاد، ترجع له بارتيريال. طيب قلنا بتقيس كام حاجه عشان تعرف الاسيد بيز ستيت؟ للاوائل مش 3، 2 اوت اوف 3. جوم ازاي؟ فهمتك المعادله، ان قلنا في سنه اولى ان الهيدروجين اين مين البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين؟ يلا قولوها انتم، كربون دايكسايد، لان الهيدروجين اين كونسنتريشن دايركتلي بروبورشنال تو كربون دايكسايد ان فيزيكال مذاب، واللي يمثله هنا هو البريشر اوف كربون دايكسايد، لان الغازات المذابه بس هي اللي ليها ضغط، اللي في تحكي بقى ملوش ضغط اوفر الكربون دايكسيد ان كيميكال، ويمثله هنا اهم صوره للكربون دايكسيد ان كيميكال اللي هو مين؟ البايكربونيت. فيبقى انت المعادله بتقول اللي بيحدد الهيدروجين اين هو الكربون دايكسيد، الهيدروجين اين يتناسب مع الكربون دايكسيد ان فيزيكال اوفر كربون دايكسيد ان كيميكال، يبقى مع البريشر اوف كربون دايكسيد اوفر بايكربونيت. فحضرتك مفروض كنت تقول لي قيس الثلاثه، انا بقول لك لا قيس اثنين بس عشان تعرف هل هو اسيدوز ولا الكالوزيس، اس للهيدروجين اين او البي اتش، دي واحده في الارتيريال بلاد. طب نوع الاسيدوزيس او الالكالوزيس تقيس لي واحده من اثنين، طب ليه مش الاثنين؟ قلت لان هما اثنين بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض، فكفايه لو قست واحده لقيتها زايده يبقى اوريدي يبقى الثانيه زايده، قست واحده لقيتها ناقصه يبقى الثانيه اوريدي ناقصه، عشان كده قلنا 2 اوت اوف 3 للاوائل. النقطه الثالثه، ايه اهميه الحفاظ على البي اتش؟ ان كل البروسيسز اللي ميديتد بالبروتين بتعتمد على كونستانت بي اتش، وقلنا البروتين بعدها تاني لما حضروش معايا في اولى المحاضرات ما سمعوهاش، كل الاكتيف بارت في جسمك هو البروتين، انزيمز بروتين، ريسبتور بروتين، الكارير اللي هم ترانسبورت موليكيولز بروتين، الشانلز بروتين، الكونتراكتنج موليكيول بروتين. يبقى دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة السورسز اوف هيدروجين، يا إما بتاكله في الانجستد فود يا إما الميتابوليزم. ولا تنسى نقاط مهمة قوي في الام اس كيو، الكربوهيدرات لا يطلق إلا فولاتايل أسيدز.
اللي هو كربونيك اسيد 12000 ل 20000 مولكيول بير داي تتخلص منه عن طريق اللانجز. بينما البروتين والليبيد ميتابوليزم بيطلق فيكسد اسيد 60 ملي مول بير داي اللي هم زي السلفوريك اسيد والفوسفوريك اسيد، لان طبعا في سلفر كونتيننج وفي فوسفورس كونتيننج امينو اسيد، وده نفس الكلام في الليبيد. في فوسفورس فوسفوليبيدز دي كانت هي الاشهر حتى لو كنت فاكر، دول تتخلص منهم الفيكسد عن طريق الكيدني. في لاكتيك اسيد بيطلع في السيفير اكسرسايز، وفي كيتو اسيدز قلنا في الدايبيتس ميليتس بسبب حرق الفات، تقولها صح، في عدم وجود كربوهيدرات. طيب بعد كده قلنا النقطه ال في نفس النقطه قلنا ايه علاقه البي اتش بالهيدروجين اين. قلنا البي اتش ثلاث كلمات للاوائل، النيجاتيف لوج اول كلمه، اوف هيدروجين اين كونسنتريشن ثاني كلمه، تو ذا بيس ده. وقلنا النيجاتيف لوج دي اللي فهمتك ليه لما الهيدروجين اين يزيد البي اتش يقل والعكس بالعكس. النقطه الخامسه والاخيره قلنا يا اولاد ريجوليشن واسيد بيز بالانس. طالب ذكي انت قلت لنا ان الجسم لا ينتج الا اسيدز، وقلت لنا ان يوجد نوعان من الاسيدز يا فولاتايل يا اما فيكس. طب ايه اسرع حاجه؟ يبقى الكيميكال بافرز دي، بس للاوائل تكتب كلمتين بتمينيمايز التشينج في البي اتش، لا تمنع التشينج انما تحجم تقلل تقزم التشينج في البي اتش. لكن فيها ميزه انها بتشتغل ودين، قولوها بقى صح، فراكشن اوف سكندز. طب انا عندي يوجد نوعان من الاسيد، الفولاتايل الكربونيك اسيد احزن فولاتايل فولاتايل، يبقى ده نفس بقى، يبقى ريسبيرتوري سيستم اشتغل ودين مانيتس. طب الفيكسد يبقى ده الكدني، ودي ودين اورز تو دايز، حتى يبقى في واحده فراكشن اوف سكند، واحده مينيت، واحده اورز تو داي، يعني ماشيه بترتيب جميل يخلي الواحد يفتكر. بس ما تنساش يا اولاد الكدني غير انها بتتخلص بالفيكسد اسيدز اللي هو ودين اورز تو دايز بتريستور الاكسسوار فلويد بافرز. دي كانت المقدمه يا اولاد. هنا بقى عندي الموضوع هينقسم بدوره الى ثلاث موضوعات. لازم اتكلم على الكيميكال بافرز، واتكلم على الريسبيراتوري سيستم، واتكلم على الكيدني، وكل بيجي سؤال لوحده. فنبتدي بال كيميكال بافرز. وما عشقت مثل عشقي للنظام، هنتكلم عليه في 7 بوينتس. وانا عارف واعلم ان موضوع البي اتش ده بيتداخل مع الباي كيمستري عندنا، يعني المفروض الزملاء الافاضل بتوع الباي كيمستري بيشرحوه، ففرصه تسمعوا في الفسيولوجي وفي البايوكيمستري عشان تفهموا وتستوعبوا كويس، ومن اهم الموضوعات. النقطه الاولى قلناها قبل كده ان الكيميكال بافرز سبستنسز ويتش مينيمايز التشينجز اوف بي اتش، دي اول نقطه. طب تاني نقطه، لانها كل اللي بتعمله قلنا بتعمل ايه؟ بتحول سترونج اسيد بعد ما يتحب بالبافر الى ويك اسيد، يبقى ما لغتش الاسيد انما حولته من سترونج الى ويك. النقطه الثانيه من النقاط السبعه انها بتشتغل اكت وذين فراكشن اوف ا سكند، دي النقطه الثانيه في جزء من الثانيه. طيب النقطه الثالثه انه لازم البفر سيستم يتكون من حاجتين يا اولاد، لازم يتكون من ويك اسيد، حمض ضعيف، وملحه مع قاعده قويه، وايت سولت مع كونجوجيت بيز. طالب قال لي فهمنا ليه لازم يتكون من حاجتين، فكر بيلو، يعني كل حاجه قلنا بناخدها بالتفكير. هو انت ايه اللي ممكن يغير البي اتش؟ الاسيدز والبيزز، صح؟ يبقى حاجتين اللي بيغيروا البي اتش، وعليه تفتكر يبقى لازم البفر اللي بيحجم ويقلل تغير البي اتش يتكون من كام؟ من حاجتين، حاجة لمجابهة الأسيدز وحاجة لمجابهة البيز. مش انت في حاجتين بس بيغيروا البي اتش، يا أسيد يا بيز، يبقى لازم تجابههم بحاجتين، الأسيد تواجهه بسترونج بيز والبيز تواجهه بويك أسيد. طالب قال لي بعد إذنك بعد إذنك، انت قلت واحدة ويك وواحدة سترونج، يعني ليه قلت البيز نواجهه بويك أسيد بينما الأسيد نواجهه ببيس قوية؟ تعال نفكر بهدوء. بالفطرة يا أولاد أنا إيد حضرتك أهي وقلت لك أنا اختار بين اتنين، هحط لك عليها يا أسيد يا بيز،
طبعا انت ما نفسكش احط حاجه، انما انا خيارتك بين احط اسيد يا احط بيس. فبالفطره حضرتك تقول لي ايه؟ لا حط بيس. ليه؟ ليه قلت كده؟ لان البيس اضعف. فالبيز لانها عموما في العموم اضعف احتاجت في مواجهتها الى ويك اسيد لانها ضعيفه، انما الاسيد سترونج فاحتاج في مواجهته الى لانه سترونج سترونج بيز. عشان كده قلنا اي بافر سيستم بيتكون من حاجتين، ويك اسيد لمجاوره البيز اللي هي ضعيفه محتاج لها ويك اسيد، وملحوه مع قاعده قويه. ليه قاعده قويه؟ لتجابه الاسيد، الاسيد قويه محتاجه قاعده قويه. يبقى اي بافر سيستم بيتكون من حاجتين، فهمت ليه؟ لان حاجتين بيغيروا البي اتش، يا اسيد يا بيز، فلازم عندي حاجتين يواجهوا الاسيد والبيز. الاسيد احتاج الى سترونج بيز، بينما البيز لانها ضعيفه احتاجت الى ويك اسيد. يبقى ويك اسيد وملحوه مع قاعده قويه. تبقى دي ناس فاهمه. النقطه الثالثه من النقاط السبعه في البافر، يبقى ويك اسيد والسولت مع كونجكت بيز. نيجي النقطه الرابعه بقى اللي هي الهندرسون هاسلباخ اكويشن، اللي هي اشهر معادله في البي اتش، وبحب احكي تاريخ يا اولاد عشان الزملاء والناس تبقى فاهمه، واللي بنعمله بره بنعمله هنا. الهندرسون هاسلباخ اكويجن دي عملها اثنين، هندرسون اللي هو اسمه لورنس جوزيف هندرسون في سنه 1908، واكملها كارل البرت هاسلباخ. يعني هما اثنين هندرسون وهاسلباخ اللي حطوا لنا اهم معادله البي اتش في العالم، وبدات في سنه 1908. انا عاوز احكي لكم ازاي هم حطوا المعادله دي. المعادله بتقول اللي انت المفروض تعرفها بس، ان البي اتش بتساوي البي كي اللي هي الكونستانت، والبي اتش كي حتى بالالمانيه كونستانت بيكتبوها مش بالسي بالكي، فبي كي زائد لوج 10 كونسنتريشن سولت على الاسيد. انا ممكن احفظها لك كده بس انت عارف ان ماي سيستم انا مش جاي اقرا معاك، انا جاي نفهم تماما. فتعال افهمك جابوا منين هذه المعادله. انا قلت يا اولاد تاني قولوا لي لا اكل ولا امل في موضوع خاصه بهذه الاهميه، مين البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين كونسنتريشن؟ الاجابه في كلمه واحده، مين اهم حاجه بتحدد الهيدروجين اين؟ كاربون دايكسايد. طب تاني معلومه ليه؟ لان الهيدروجين اين كونسنتريشن بيتناسب مع الكربون دايكسايد ان فيزيكال اوفر الكربون دايكسايد ان كيميكال. طيب وقلنا مين يمثل الكربون دايكسايد ان فيزيكال؟ اللي هو البريشر اوف كربون دايكسايد، خلاص، لان الفيزيكال هو اللي له بريشر، واهم صوره كيميكال هي البايكربونات. طيب يبقى دي معادله الهيدروجين اين. طب نيجي لمعادله البي اتش. احنا قلنا ايه العلاقه بين البي اتش والهيدروجين اين؟ ثلاث كلمات. البي اتش دايركتلي بروبورشن تو ايه؟ نيجاتيف لوج، ادي اول كلمه، اوف هيدروجين اين كونسنتريشن، ثاني كلمه، تو ذا بيس 10. يبقى لوغاريتم الهيدروجين اين كونسنتريشن للبيس 10. طيب يبقى اذا دايركتلي بروبورشن تو ذا نيجاتيف لوج بيس 10. احنا قلنا الهيدروجين ايه بقى يا اولاد؟ كانت هنا عندي الاسيدز السي او 2 ان فيزيكال، ده بيدي كربونيك اسيد، خلاص ده الفيزيكال المذاب لما بيدوب السي او 2 بيدي كربونيك اسيد. طب والاتحاد الكيميائي اللي هو السولت بتاعه اهم حاجه البايكربونات. يبقى اذا بي اتش دايركتلي بروبورشن تو ذا نيجاتيف لوج ال 10 البيس 10 للهيدروجين كونسنتريشن، اللي هو كان بيتناسب مع ايه؟ مع السي او 2 ان فيزيكال، لما بيدوب السي او 2 بيدي كربونيك اسيد، والسي او 2 ان كيميكال اللي هم اهم حاجه سولت ليه اللي هو الباي كربونيت، اهو كربونيك اسيد على البايكربونيت. طب لو حضرتك حبيت تقول لي دايركتلي بروبورشنال مش للنيجاتيف لوج بلس لوج البيس 10، يبقى استقلب لي ده، يبقى بدل ما يبقى اسيد على سولت يبقى سولت على اسيد. طب لو حضرتك حبيت تقول لي تساوي البي اتش لا تتناسب مع انما تساوي، يبقى حضرتك لازم تحط كونستانت يسموه البي كي، البي كي، تمام؟ فالبي كي يبقى بلس اللي هي البوزيتيف لوج بتاع البيس 10 السولت على الاسيد. طيب في نقطة مهمة جدا يا اولاد،
البافر سيستم بيبقى هايلي افيشنت لما التو كومبوننتس اللي هو الحمض الضعيف والملح مع قاعده قويه يبقوا متساويين، ودي حاجه بالفطره. مش احنا قلنا البافر سيستم عباره عن تو كومبوننتس، حمض ضعيف والملح مع قاعده قويه. ما ينفعش اجيب كميه كبيره قوي من الحمض ضعيف وكميه صغيره من الملح، او كميه كبيره من الملح كميه قليله، لازم الاثنين التو كومبوننتس متساويين. طب ما في هذه الحاله يا اولاد لو التو كومبوننتس متساويين، السولتس الحمض الضعيف اللي هو الاسيدز وملحوه السولتس مع قاعده قويه قد بعض اللي هم التو كومبوننتس، يبقى في الحاله دي لما يبقى ده قد ده يبقى الريشيو ما بينهم كام؟ واحد. ده قد ده البسط قد المقام، يبقى ريشيو واحد. طب لوغاريتم واحد بكام؟ بصفر. يبقى في الحاله دي يا اولاد هيبقى البي كي يساوي البي اتش، لان البي اتش بتساوي البي كي زائد لوغاريتم 10 تو ذا بيس 10 للسولتس على الاسيد. لما يبقوا السولتس قد الاسيدز، التو كومبوننتس قد بعض، يبقى الكميه دي بصفر، لان لوغاريتم واحد، لوغاريتم واحد بصفر. يبقى في الحاله دي البي اتش تساوي البي كي. بمعنى اخر واحد يقول لي فاهمنا اكتر، يعني امتى البافر سيستم يبقى هايلي افيشنت؟ لما نطلب منه يظبط بي اتش مساويه لاتس بي كي. لما نقول له اظبط بي اتش يساوي البي كي بتاعته، لان في الحاله دي قلنا امتى البي اتش هيبقى قد البي كي؟ لما يبقى التو كومبوننتس قد بعض، السولتس قد الاسيد. فلما يبقوا قد بعض هيبقى الريشيو اللوج بتاع واحد بصفر. انا كممكن اقول عادي زي بقيه الزملاء البي اتش تساوي البي كي زائد لوغاريتم البيستين السولتس على الاسيد. انا عمري ما عملت كده ولا هعمل كده، انا عاوز ناس فاهمه تماما. يبقى تاني يا اولاد، الهيدروجين اين مين البرايمري ديتيرمنت؟ هي الكربون دايكسيد. طب تاني جمله، كربون دايكسيد ان فيزيكال اوفر كربون دايكسيد ان كيميكال. طب تالت جمله، قلنا الكربون دايكسيد ان فيزيكال لما بيدوب بيدي كربونيك اسيد، والكيميكال اهم صوره ليها البايكربونيت. طب ما هي علاقه البي اتش بالهيدروجين اين؟ ثلاث كلمات، قلنا البي اتش دايركتلي بروبورشن تو ذا نيجاتيف لوج، ادي اول كلمه، الهيدروجين كونسنتريشن والبيس 10. يبقى نيجاتيف لوج البيس 10 بتاع الهيدروجين كونسنتريشن اللي هو الاسيد اللي هو الكربونيك اسيد على السولت اللي هو البايكربونيت. طب لو حبيت بقى نعمل تعديلين على المعادله دي، بدل نيجاتيف عاوزين نخليها بوزيتيف لوج. بوزيتيف لوج يبقى تقلب لي، بدل ما يبقى اسيد على سولت تبقى سولت على اسيد. تاني تعديل، بدل ما تقول بروبورشن عاوز تحط يساوي، يبقى في هذه الحاله لازم تحط كونستنت اللي هو البي كي. هي دي بقى الهندرسون راسلباخ اكويجن، بتقول البي اتش يساوي البي اتش اهو يساوي البي كي زائد لوج بوزيتيف لوج البيس 10 للسولتس على الاسيدز. قلت هنجلها عشان لما اجي اشرحها تبقى فاهمها. امتى البافر سيستم يبقى هايلي افيشنت؟ لما يبقى التو كومبوننتس قد بعض. طب ما هو لو التو كومبوننتس قد بعض يبقى ليش دي واحد؟ يبقى في الحاله دي اللوغاريتم واحد بصفر، يبقى في الحاله دي لازم البي اتش يساوي البي كي. يعني عكستها، لما نطلب من بافر يظبط بي اتش مساويه لاتس بي كي يبقى هاي. ليه؟ لان عشان البي اتش تساوي البي كي لازم الكميه دي تبقى صفر. طب وعشان الكميه دي يبقى صفر يبقى لازم السولتس قد الاسيد، فيبقى ريشيو 1 هو. طب ما هو لما يبقى التو كومبوننتس قد بعض هيبقى البافر سيستم احلى ما يمكن. طيب نستأنف يا ولاد. نيجي النقطة اللي بعد كده اللي هي قلناها، الإفكتيفنس أوف أني بافر سيستم ديبيندز على إيه؟ على حاجتين. النقطة الخامسة، الأماونت أوف بافر سيستم. لما كل ما البافر سيستم يبقى كميته كبيرة يبقى كويس إفيشنت، لكن بافر سيستم فيه منه كمية صغيرة يبقى قليل. دي مش عاوزة شرح، دي بالفطرة. لما كمية البافر تبقى كتيرة يبقى إفيشنت، كمية قليلة تبقى انفيشن. مين اللي عاوز شرح؟ لو طلب منه، قلنا بيبقى موست افكتيف لو طلب منه انه يظبط بي اتش مساوية لاتس بي كي، لان في الحالة دي هيبقى التو كومبوننتس قد بعض، فالريشيو تبقى 1 فلوج 1 بصفر. طب تعال نشوف مين هم المين بافر سيستم في الجسم. عندي 3 ميجور بافرز في الجسم.
تدرسهم الثلاثه، وحتى لطيفه ان الثالثه وهي البروتين تنقسم ثلاثه، يعني احب النظام قوي ثلاثه ونما ثلاثه بتنقسم ثلاثه. اول بافر سيستم عندي اللي هو البايكربونيت بافر سيستم. قول لي ايه الديس ادفانتج، ايه عيب البايكربونيت بافر سيستم؟ عيبه حاجتين، ان كميته قليله جدا. مش قلنا ان 22 ل 26؟ لو كنت فاكر البايكربونيت كان 22 ل 26 يبقى متوسط 24 ملي مول بير لتر، كميه صغيره. طب تاني عيب ان البي كي بتاعته 6.1، الكونسنت بتاعه 6.1، بينما البي اتش المراد ظبطها في الجسم كام؟ البي اتش بتاعت حضرتك كام؟ 7.4. يبقى اذا البي كي بتاعت البايكربونيت بعيده عن البي اتش بتاعت الجسم المراد ظبطها. انت بتقول للبايكربونيت اظبط لي البي اتش عن 7.4، بينما هو البي كي بتاعته بعيده كل البعد عن 7.4، هي 6.2. اسف، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان التو كومبوننتس مش هيبقوا ايكوال، وقلنا دي حاجه تقلل من كفاءه البفر. انما ايه الادفانتج بتاعت المايكربونيت بفر سيستم؟ ان التو كومبوننتس بتوعه كان بي ريجوليتد. المايكربونيت بفر سيستم فين الويك اسيد؟ الويك اسيد بتاعه هو كربونيك اسيد، وال ملحه مع قاعده قويه هي اهي، هنا الويك اسيد هو الكربونيك اسيد، والملح مع قاعده قويه اللي هو بيبقى صوديوم باي كربونيت. اهي هوريها لك، هي مكتوبه، ادي التو كومبوننتس بتوع البافر سيستم. الحمض الضعيف كربونيك اسيد اهو، والملح مع قاعده قويه هي الصوديوم باي كربونيت. فالميزه ان التو كومبوننتس دول كان بي ريجوليتد باي ذا بان. ووريك دلوقتي في ثانيه انا ممكن اغير لك الكربونيك اسيد ده بسهوله شديده. هتقولي ازاي؟ لو عملت هايبر فنتيليشن اي واشت سي او 2 الكربونيك اسيد ده ناقص. طب لو عملت بالعكس هايبو فنتيليشن، يعني انا وقعت نفس قليل كده، كربونيك اسيد هيحصل له ايه؟ هيزيد. طيب والصوديوم بايكربونيت ممكن اظبطها بالكيدني زي ما هنشوف دلوقتي حالا، ممكن الكليه تري ابزورب صوديوم بايكربونيت فتزوده او تكسكريت صوديوم بايكربونيت فتقلله. يبقى ميزه البايكربونيت بافر سيستم، ادي الحمض الضعيف كربونيك اسيد، وادي القاعده القويه اللي هي ملحوه مع قاعده قويه اللي هي الصوديوم، ان تو كومبوننتس كان بي ريجوليتد باي ذا بادي. طيب نيجي لل فوسفيت بافر سيستم يا ولاد، ناخد ال فوسفيت بافر سيستم. ايه الديس ادفانتج فوسفيت بافر سيستم؟ عشان تبقى عارف اللي هو صوديوم داي هيدروجين فوسفيت، يسموه صوديوم اسيد فوسفيت لان في واحد صوديوم واثنين هيدروجين، فصوديوم واحده داي هيدروجين اثنين هيدروجين فوسفيت. طب والملح مع قاعده قويه، يبقى بالعكس بقى اثنين صوديوم واحده هيدروجين، يبقى داي صوديوم هيدروجين فوسفيت. واحد يقول لي طب اكتبها لي انا عشان خاطر نشوفها احسن، اكتبها لكم برضه تبقى الطف اهو. يبقى انا اسف مش كاتبها، اكتبها دلوقتي حالا. يبقى ده الحمض وده الملح مع قاعده قويه، اهي نشوفها حالا. اهو ده الفوسفيت بافر سيستم. يبقى هنا ممكن تنطقه صوديوم دايهيدروجين فوسفيت، انا اسف بس نحط الصوديوم ان ايه، صوديوم دايهيدروجين فوسفيت على داي صوديوم هيدروجين فوسفيت، لما يبقى فيه واثنين هيدروجين واحده صوديوم يبقى ده حامضي، يبقى ده الحمض ضعيف. حتى ينطقوه بطريقتين، يا صوديوم دايهيدروجين يا صوديوم اسيد فوسفيت، على بالعكس داي صوديوم هيدروجين فوسفيت يبقى صوديوم الكالاين فوسفيت لانه في اثنين صوديوم واحده هيدروجين. ده الفوسفيت بافر سيستم. ايه عيبه بقى؟ الاماونت اذا كنت بتقول على البايكربونيت قليله، لانها كانت كام؟ كانت 24 ملي مول في كل لتر، دي بقى الاماونت قليله جدا 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 لانها 1 ملي مول بير لتر، مش حتى 24، انت مستقل 24 هنا اللي هي قلنا من 22 26 هنا واحد. اكسبت في حتتين الفوسفيت بافر سيستم بيبقى كتير. فالفوسفيت بافر سيستم بيبقى كتير في التيوبولار فلويد
خدناها في الكيدني كان في فوسفيت بافر سيستم وفي الانتراسيور فلويد لان الانتراسيور فلويد بيبقى مليانه فوسفيت يبقى هو قليل جدا ما عدا في الانتراسيور فلويد وما عدا في الكيدني في تيوبولار فلويد. طب ايه الادفانتج بقى؟ بص اهي البي كي بتاعته مقارنه بهنا 6.1 هنا 6.4 يعني قريبه من 7.4 اقرب كتير ل 7.4 احنا البي اتش بتاعتنا 7.4 هو البي كي بتاعته قريبه مقارنه بالبايكربونات. البايكربونات كانت 6.1 بعيده كل البعد عن 7.4 انما طبعا 6.8 اقرب لل 7.4 فده الادفانتج. نيجي تالت بافر سيستم يا اولاد اللي هو البروتين. ايه اهم ميزه فيه؟ ان ده الموست بلمف لان معظم الجسم بروتين. عندي ثلاث انواع هنا، في بلازما بروتينز فاكرها كانت بتشتغل كبافر 7 جرام في كل 100 سنتي بلازما بروتينز، وقلت ازاي بتشتغل كبافر قلتها يا اولاد ان البلازما بروتين كانت موجوده كيميائيا في الصوره دي بروتينيك اسيد ده الويك اسيد والملح مع قاعده قويه القاعده المتاحه بره الخلايا في البلازما هي الصوديوم يبقى صوديوم بروتينيت صوديوم بروتينيت اهي اذا عاوز تتفرج عليه بروتينيك اسيد ده البلازما بروتين ده الصوره الكيميائيه اللي موجوده عليها ده الحمض الضعيف على السولت مع قاعده قويه اللي هو الصوديوم بروتينيت قلناها في سنه اولى الناس اللي هم سمعوا المحاضرات او يرجع محاضرات البلاط موجوده على اليوتيوب يبقى ده البلازما بروتين. احسن منها الهيموجلوبين وقلنا الهيموجلوبين برضو لو رجعت محاضرات سنه اولى فين الحمض الضعيف هيموجلوبينيك اسيد طب وفين الملح مع قاعده قويه الهيموجلوبين جوه الخلايا جوه الخلايا القاعده المتاحه مش صوديوم بوتاسيوم فيبقى الملح مع قاعده قويه هو بوتاسيوم هيموجلوبينيت. يبقى لو انا حتى كتبتها زي حبيت اكتبها لك اهو يبقى هنا هيموجلوبينيك اسيد ده الايه ده الاسيد الضعيف هيموجلوبينيك اسيد والملح مع قاعده قويه هو هيبقى جوه الخليه الهيموجلوبين جوه الار بي سي يبقى بوتاسيوم هيموجلوبينيت خلاص بوتاسيوم هيموجلوبينيت اهي اوريها لك انا اسف بس ما كنتش كاتبها لاني متصور ان احنا قلناها في اولى بس انا عارف في ناس يبقى هنا الحمض الضعيف هو الهيموجلوبينيك اسيد وجوه معاه بقى جوه الخلايا فيه البوتاسيوم بوتاسيوم هيموجلوبينيت وكنا قلنا يا اولاد انه الهيموجلوبين في المحاضرات البلاد اقوى من البلازما بروتين 6 مرات وذلك يعزى لسببين لانه كميته اكتر انت عندك البلازما بروتين 7 جرام في كل 100 سنتي انما الهيموجلوبين 14 في الفيميل اللي هو الضعف وفي الميل 16 جرام في كل 100 سنتي نمره 2 يبقى الكميه اكتر بس اكتر بالضعف بس انت بتقول ان هو اقوى 6 مرات هي مش بس الكميه والكواليتي الكواليتي معتبره محترمه ان كل موليكيل فيه 38 هيستيدين ريزيديو ممكن يعملوا بافر يبقى الهيموجلوبين يتفوق على البلازما بروتين كما هو الضعف وكيفا بسبب الهيستيدين ريزيديو وشفنا ازاي ان هو كان بيبفر الكربون دايكسايد في قصه الكلورايد شيفت فينومينا. نيجي بقى ذا موست بلينفول بروتين في جسمك هو الانتراسيلر بروتين خلاص ده اكتر حاجه جوه جسمك ومعاه طبعا اورجانيك فوسفيت بس خلينا احنا نتكلم عن بروتين الانتراسيلر بروتين كل السيلز جواها فيه بروتين. طيب ايه عيبها الوحيد لطالب ذكي؟ ان انت وانت بتقول الاسيد بيز ستيت طالب بيقول لي وانت بتقول الاسيد بيز ستيت قلت الاسيد بيز ستيت ده انت بتعني بيه الاسيد بيز ستيت اوف ذا اكسترا سيلر فلويد في حين انت البافر بتاعك اللي بتتكلم عليه دلوقتي في نمره سي اللي هو الانترا سيلر بروتين ده انترا سيلر ده مش بره انت بتظبط الاكسترا البافر بتاعك مش موجود اكسترا موجود انترا. طب طالب قال لي طب ويعني ما الهيدرو اين يدخل له جوه عشان يتعادل؟ يا حبيبي عشان يدخل له جوه عشان يتعادل ده هياخد اورز. يبقى هو الموست بلينتفول ما حدش قال حاجه بس عيبه ان عشان الهيدروجين اين
تدخل له جوه اهي الديس ادفانتج هتاخد اور لان السيل ميمبرين البرميابيلتي بتاعته الهيدروجين قليله فعشان تدخل الهيدروجين اللي في الاكسترا عشان تتعادل بالبروتين اللي جوه الخلايا انتراسيلولار هتاخد اورز ده مش كده بس في مصيبه تانية كل هيدروجين بوزيتيف هيدخل هيخرج عوضا عنه بوتاسيوم او كالسيوم يبقى انت بتديبليت الخلايا من البوتاسيوم والبونز بتعمل له ديبليشن فروم كالسيوم ادي عيب الانتراسيلولار بروتين هي الموست بلنتفول كميات بالهبل انتراسيلولار بروتين باك اب للاكسترسيلولار بافر لانها الموست بلنتفول بس في عيبين خطيرين اولا ان انت بتظبط الاكسترا وهي موجوده انترا عشان تدخل بالهيدروجين عشان تعادلهم جوه هتاخد لك ساعات ادي اول حاجه لان السيل ممبر مش بيرميبل للهيدروجين طب هتدخل بوزيتيف عايز تخرج بوزيتيف هتدخل بوتاسيوم هتدخل هيدروجين يبقى هتخرج بوتاسيوم او كالسيوم يبقى انت بتديبليت الخلايا من بوتاسيوم وبتديبليت البون من الكالسيوم النقطه السابعه وهي الايزوهيدريك برينسيبلز معناها ايه يا اولاد احنا قلنا عندنا ثلاثة وفر سيستم بايكربونات وفوسفات وبروتين حقيقة الأمر أول بفر سيستم بيتصدى للأسيد مثلا هو البايكربونات فيحول اللاكتيك أسيد إلى كربونيك أسيد صوديوم بايكربونات زائد لاكتيك أسيد يديني صوديوم لاكتيت وكربونيك أسيد اللي هو حمض ضعيف الكربونيك أسيد اللي نتج هنا ده يتعادل بال داي صوديوم هيدروجين فوسفيت عشان يدي صوديوم اسيد فوسفيت اللي هو ستيل اضعف اللي يرجع يتعادل بال صوديوم بروتينات لو كنت بتتكلم على البلازما بروتين او بوتاسيوم بروتينات لو كنت بتتكلم على الهيموجلوبين اللي جوه بوتاسيوم هيموجلوبينات يديك ستيل ويكر اسيد يعني حقيقه الامر يا اولاد لما بيتكون عندنا اسيد مش يتصدى ليه بفر من التلاتة والاتنين تانيين يتفرجوا لا اول واحد هو البايكربونات يحول السترونج اسيد وليكن لاكتيك اسيد لحمض اضعف اللي هو الكربونيك هذا الكربونيك اسيد اللي هو نتج من الاولاني ده يتعادل بالبفر التاني عشان يدي ستيل ويكر اسيد اللي هو الصوديوم اسيد فوسفين اللي يرجع يتعادل بال بروتين عشان يدي ستيل ويكر اسيد اللي هو البروتينيك اسيد في حاله البلازما بروتين او الهيموجلوبينيك اسيد في حاله الهيموجلوبين يعني حقيقه الامر ان الثلاثه بفر ساهموا في عمليه البفرنج حقيقه الامر ان الهيدروجين يتوزع على الثلاثه بفرز حقيقه الامر ان البفر سيستمز بفر ايتش اذر يعني الاسيد اللي نتج من البفر الاولاني اتعادل بالبفر الثاني والاسيد اللي نتج من البفر الثاني اتعادل بالبفر الثالث يبقى البفر سيستم بفر ايتش اذر ازاي باي شيفتنج اوف هيدروجين بانتقال هيدروجين فروم وان بفر اللي هو الكربونيك الى الصوديوم اسيد اسيد لما 2 الى البروتينيك اسيد لما 3 فسموها ايزو هيدريك برينسيبل ايزو يعني متساوي يعني علمتها لكم في اللغه يعني الهيدروجين اتوزع بالتساوي بين الثري بافرز ليه مش بافر سيستم بيتصدى والباقيين يتفرجوا اول واحد اللي هو البايكربونات هيحول لك اي اسيد لحمض اضعف اللي هو الكربونيك اسيد انما ستيل الفوسفيت هيحوله لاضعف واضعف اللي هو الصوديوم اسيد صوديوم فوسفوريك اسيد اسف طب الثالث ستيل هيحوله لاضعف واضعف اللي هو بروتينيك اسيد في حاله البلازما بروتين او الانترسيلولار بروتين او هيموجلوبينيك اسيد في حاله الهيموجلوبين يبقى اكشوالي البفر سيستم التلاته شاركوا كل اسيد نتج من بفر تم معادلته بالبفر اللي وراه عشان يديك ستيل اسيد اضعف يبقى البفر سيستم بفر ايتش اذر باي شيفتنج اوف هيدروجين اين فروم وان بفر تو اذرز فسموها واحد من اشهر اسئله ايزو هيدريك برينسيبل ده كان الجزء الاصعب اللي هو الكيميكال بافر يا اولاد في موضوع البي اتش واللي بتاخدوه برضه في البايوكيمستري بس انا بحب اقوله بالنظام جامد قوي فهقوله تاني يا اولاد في سبع نقاط 7 بوينتس لو كتبتهم هتاخد الفول مارك تعال نقولهم في عجاله تاني وعد معايا كده حضر صوابعك وعد معايا كل نقطه بنمر من السبعه ان الكيميكال بافرز اول نقطه في السبعه مينيمايز
changes in pH، بتقلص لانها ما بتلغيش الاسيد، بتحوله الى weaker acid. تاني نقطة انها بتشتغل within fraction of a second، دي تاني نقطة. تالت نقطة ان البافر سيستم لابد ان يتكون من حمض ضعيف weak acid والسولت مع its conjugated base، weak acid لمجابهة البيزس والسولت of conjugated base، ولازم يبقى strong base لمجابهة الاسيد. نقطة رابعة الهندرسون هاسلباخ إكويجن، مش هتقول جت منين أنا فهمتها لك، إنما تكتبها على طول. pH يساوي ثابت pK positive log to the base 10 of salt على الأسيدز، دي النقطة الرابعة. نقطة الخامسة effectiveness of any buffer system بتعتمد على إيه؟ قلنا تعتمد على شيئين، كفاءة أي buffer بتعتمد على حاجتين، طبعا الأماونت of buffer، وبعدين ان لما البي كي يبقى موست افكتيف، لما البي كي يبقى مساوي للبي اتش المراد ظبطها. وفهمتها لكم ليه؟ لانه امتى هيبقى البي كي مساوي البي اتش؟ لو كانت تو كومبوننتس اوف ذا بافر متساويين فيبقى الريشيو بينهم واحد، فيبقى لوغاريتم واحد بصفر، يبقى في الحاله دي البي اتش تساوي بي كي. فالبافر سيستم يبقى هايلي افكتيف لو حسب الاماونت وحسب البي كي بتاعته. احسن ما يمكن اللي هي ما حصلناش عليها بالظبط، لو كان البي كي تساوي البي اتش بالظبط. النقطه اللي بعد كده السادسه، في كام بافر سيستم في الجسم؟ ثلاثه، واخر واحد بينقسم الى ثلاثه، في البايكربونات والفوسفات والبروتين. احفظوا معايا، بايكربونات وفوسفات وبروتين. والبروتين ثلاث انواع، يا بلازما بروتين، يا احسن منه هيموجلوبين 6 تايم مور باورفول، يا احسن واحسن هو الانتراسيلولار بروتين. وفي كل واحد لازم تقول لي الادفانتج والديسادفانتج. فمثلا في البايكربونات الديسادفانتج قليل 24 ملي مول بير لتر، والبي كي بتاعته بعيده كل البعد عن البي اتش 6.1، بس ميزته ان الكربونيك اسيد والبايكربونات الاثنين كان بي ريجوليتد باي ذا بودي، اللنج بتتحكم في الكربونيك اسيد هو البريشر اوف كربون دايكسايد، والكيدني بتتحكم في البايكربونات. الفوسفات العيوبه انه ستيل اقل 24 ولاي، طب ده واحد بقى ما عدا في الانتراسيلر، بيبقى الفوسفات كتير انتراسيلر اللي هو المكان الغلط، وفي التيوبولار فلويد. بس في ميزه البي كي بتاعته اقرب للبي اتش 6.8. نيجي بقى الموست بلنتفول، هم مين؟ البروتين يا ولاد. الموست بلنتفول هو البروتين بافرز اللي هم بلازما بروتينز، واحسن منها الهيموجلوبين 6 مرات البافرنج باور اوف بلازما بروتين. سؤال ام اس كيو لسببين، كميته الضعف ده الكوانتي، والكيف احسن. عنده كل موليكيل فيه 38 هيستيدين ريزيدو يشتغلوا كبافرز. طب نيجي بقى الانتراسيلولار بروتين، ايه ده؟ دي الموست بلنتفول، ده الادفانتج الباك اب، بس عيبها انها انتراسيلولار مش اكسترا. هنتكلم اكسترا وهي انترا عشان ادخل لها بالهيدروجين جوه وعدي السيل ممبر من الهيدروجين عشان يتعادل بالبروتين اللي جوه، هحتاج اورز، البرميابيلتي قليله، ويبقى هو عيبها انها سلو. ونما اتنين، كل بوستيف هيدخل هيطلع قصاده ايون بوستيف. بوتاسيوم من الخلايا يبقى هتديبليت الخلايا من البوتاسيوم، كالسيوم من البون يبقى هتديبليت البون من الكالسيوم، يبقى ده العيب. وبعد اخر نقطه يا اولاد اللي هي الايزوهيدريك برينسبل. ايزوهيدريك يعني الهيدروجين يتوزع بالتساوي، ايزو يعني متساوي. ده بافر سيستمز بافر ايتش اذر. اكشوالي الاول بافر بيتصدى للحمض القوي، ثم البافر الثاني يحول الحمض الناتج من البافر الاولاني الى حمض اضعف، ثم البافر الثالث يحول الحمض الناتج من البافر الثاني لستيل اضعف. يبقى البافر سيستم بافر ايتش اذرز باي شيفتنج اوف هيدروجين اين فروم وان بافر تو اذرز. ده يا اولاد اللي هو الكيميكال بافر، اللي هو الجزء الاصعب في موضوعنا النهارده. ننتقل بقى للاجزاء الاسهل شويه. ريسبيراتوري كنترول، انت قبل ما تعرف ريسبيراتوري كنترول دي هتجاوبها لي في ثلاث نقاط. ريسبيراتوري كنترول اول نقطة انها دي بتكنترول البلد بي سي او 2، ان انا عملت هايبر فنتليشن السي او 2 هيقل، هواش السي او 2، لو عملت هايبو فنتليشن CO2 هيزيد.
يبقى هي بتكنترول البلاد بريشر اوف كاربون دايكسايد، او بتعبير اسهل بتكنترول، افتح ودانك، الفولاتايل، الفولاتايل اسيدز اللي هو الكربونيك اسيد. دي اول نقطه في الثلاثه. ثاني نقطه الميكانيزم، الهيدروجين بتستيميليت، احنا الريسبريشن عندنا يا بريفرال كيمو ريسبتور يا سنترال كيمو ريسبتور موجوده في المضله وبنجات، هي بتستيميليت ايهما؟ البريفرال كيمو ريسبتور. وفاهمين ليه؟ ارجع محاضراتي في سنه اولى في الريسبريشن، لان الهيدروجين اينز افتح ودانك كانوت كروس، cannot cross the blood brain barrier، وعليه cannot stimulate the central chemoreceptors اللي موجوده في المضله، لانها ما بتعديش البلاد برين بارير، يبقى بتشتغل عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور فقط. تعمل لها ستيميليشن تتنفس اكتر، تنقص البريشر سي او 2. طيب نيجي التقييم، النقطه الثالثه والاخيره الافكتفنس. يبقى قلنا انها بتتحكم في الفولاتايل اسيدز اللي هي البي سي او 2، وانها بتشتغل عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور. ثاني نقطه في الثلاثه، وانه نقيمها بقى الافكتفنس، انها بترجع الهيدروجين اين 2/3 the way back to normal، يعني ما بترجعوش تماما زي ما كان النورمال، بتصلحه 3 تصليح، وده within minutes زي ما قلنا 1 to 12 minutes. احنا قلنا الكيميكال بافر كان فراكشر وسكن، انما هنا 1 to 12 minutes. طيب تاني نقطة في التقييم، ان الريسبريشن لوحدها تعادل كل الكيميكال بافرز مجتمعين 1 تو 2 تايمز، يعني قوتها قد الكيميكال بافرز كلهم الثلاثه، والثالثه اللي كانوا منقصوا ثلاثه، يا مره يا اما الضعف الكيميكال بافرز. طب ايه اللي خلاها بترجع لثلثين بس ما بترجعش لتحت خالص؟ قال لك عندها ليميتد ابيليتيز. ليه؟ فكر معايا، لما هي تيجي يعني تتخلص من الفولاتايل اسيد ازاي؟ هعمل فولانتري هايبر فنتليشن عشان تخلص من الكربونيك اسيد اللي هو السي او 2، يبقى السي او 2 هيحصل له ايه بقى؟ هيقل. طب ده السي او 2 ده اهم ستيمولس للريسبريشن، يبقى لما يقل غصب عني مش هقدر اكمل هايبر فنتيليشن، لان نقص البريشر كربون دايكسايد هيمنع الاستيميليشن والريسبريشن. فعشان كده هي بعد ثلثين المسافه تقف، ما تقدرش تقعد تخلص تطلع كل اللي عاوزه. انت بتطلع كربونيك اسيد في نفس الوقت بتنقص البريشر اوف كربون دايكسايد، واحنا اهم ستيمولس للريسبريشن هو ايه؟ ارجع لمحاضرات الريسبريشن، كان البريشر اوف كربون دايكسايد، لما قلت ربنا خلق الريسبريشن اساسا في محاضرات الريسبريشن تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو ريموف كربون دايكسايد، ذن تو سبلاي اوكسجين. فعشان كده هي ليميتد ابيلتي يا اولاد. ده التقييم بتاعها. في بعض الجامعات بيحب بقى تقول له التقييم بالارقام وقيمتها دي ملهاش قيمه قوي، بس اقولها في عجاله عشان الناس تفهمها. فانا فرضت انه 10 موليكلز HCl اول حد يتصدى ليهم مين؟ الكيميكال بافر اللي هو البايكربونيت بافر، اللي هو طبعا الصوديوم بايكربونيت. نفرض احنا قلنا كانوا من 22 ل 26، فانا خدت الرقم 26، يبقى اتكون عندي 10 موليكل HCl تصدى ليهم الكيميكال بافر اللي هي 26 صوديوم بايكربونات. كم المعادلة؟ يبقى تدي 10 صوديوم كلورايد، 10 صوديوم كلورايد و10 كربونيك أسيد، ويبقى من 26 16. حتى لو جمعت كده الموليكل هتلاقي دول عددهم 36 ودول 10 و10 و16 36. طبق الكلام ده على الهندرسون هاسلباخ إكويشن. هندرسون سباخ بتقول ايه؟ البي اتش يساوي البي كي، البي كي بتاع البايكربونيت بافر سيستم كان كام؟ 6.1. بوزيتيف لوج البايكربونيت كنا قلنا دلوقتي كانت 26 نقصت البايكربونيت 10 ناقص 10، والكربونيك اسيد كان 1.3 زاد الكربونيك اسيد نتج اهو 10 زياده، ال اتش ال 10 دول تحولوا ل 10 كربونيك، يبقى 1.3 + 10، يبقى البي اتش تساوي 6.1 لوج 26 ناقص 10 ب 16، 1.3 زائد 10، ما انت خد بالك ال 10 اتش ال اتحدوا مع صوديوم بايكربونيت 10، 10 صوديوم بايكربونيت ناقصوها نتج 10 صوديوم كلورايد، ناقصوها 10 بقت 16 اهي.
لانهم العشرة اتحدوا مع عشرة منهم ادوا عشرة سوديوم كلورايد وهي نصف بقت 16 ونتج عشرة كربونيك اسيد. يبقى البايكربونيت نقصت 10 والكربونيك اسيد زاد 10 اهو. البايكربونيت بدل 26 نقصت 10 والكربونيك اسيد زاد 10 يبقى 6.1 بوزيتيف لوج 16 على ما دي 26 ناقص 10 تبقى 16 على 1.3 زائد 10 تبقى 11.3. احسبها ارجع لجدول اللوغاريتمات تطلع البي اتش 6.25 incompatible with life لان احنا قلنا الحياة ممكنة لحد فاكر الرقم 6.8 دي بقى اوطى من 6.8 6.25. لو انا ريسبريشن شغال ريسبريشن بتعمل ايه بقى؟ بتشيل لي العشرة دول كربونيك اسيد دول بتشيلهم. يبقى حط المعادلة بقى يبقى 26 ناقص 10 في 16 اهي ودول اتشالوا يبقى على 1.3. لما تقول لي البي كي تساوي 6.1 بوزيتيف لوج 16 مش على 13 طب 10 ان دول اتشالوا بقى عملتهم شالتهم على 1.3 تبقى البي اتش 7.3 كومباتبل ويز لايف. يبقى بدون الريسبريشن كنا موت لان الريسبريشن بتخلص من البولاتايل كربونيك اسيد. لو العشرة دول سبتهم الريسبريشن ما خلصتش منهم والبفر بس اللي اشتغل لوحده كان النتيجه هيبقى البي اتش بدل ما 7.4 6.25 مميتة. لما نشيل العشرة دول ونرجع نحسب الحسبه تاني لان شالتهم الريسبريشن الكربونيك اسيد هلاقي المعادلة بقت 7.3. ده لبعض الجامعات اللي عاوزين يعرفوها جات ازاي. يبقى ده السؤال الثاني ريسبيراتوري كنترول يا اولاد. في ثلاث كلمات عشان كده غالبا ما بيجيش لانه هيبقى سهل قوي. انه بيكنترول الفولاتايل اسيد اللي هو البريشر اوف كاربون دايوكسيد. النقطة الثانية عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور. فاهمين ليه؟ لان هذا الرقم ما بيعديش البلاد برين بارير ما يشتغلش على السنتر. والإفكتيفنس النقطة الثالثة تشحن ثلاث نقاط انه بيرجع الهيدروجين آيون. يبقى ثلاث نقط اخر نقطة ثلاثة اوعى تنسى. يبقى اول حاجة بيكنترول البي سي او 2 اللي هو الفولاتايل سي او 2 الفولاتايل اسيدز الميكانيزم. ثاني نقطة عن طريق بريفر كيمو ريسبتور. الإفكتيفنس هتكتب فيها ثلاث نقط حب النظام قوي. بيريتيرن الهيدروجين آيون 2 ثيردز باك تو نورمال within 1 to 12 minutes ادي اول نقطة. طب قوته تعادل قوة الكيميكال بفر المجتمعين 1 to 2 times. وبعدين ليه limited abilities؟ لأنك لما بتنقص البريشر في كربون دايكسايد ده عنده opposite effects على الريسبريشن. أنت عاوز تخلص الكربونيك أسيد من ناحية وتنقص البريشر في كربون دايكسايد بس ما هو نقص ده هينهبت الريسبريشن. فده في بعض الجامعات يقول لك اديني example من غير الريسبريشن لو اشتغلت بالبفر بس بالبايكربونيك بفر سيستم 10 HCl هيشيلوا 10 من صوديوم بايكربونيت ويدوا 10 كربونيك اسيد اهو. يشيلوا 10 من 26 صوديوم بايكربونيت ويزودوا الكربونيك اسيد 10 نتيجه المعادله 6.25. لكن لو ال10 دول بقى مش شلتهم كمان بريسبريشن مش اتحولوا الكربونيك اسيد وقعدوا وسبناهم شلناهم بريسبريشن بقت المعادله 16 على 1.3 بدل 11 و3 10 ال pH هتبقى 7.3 تبقى compatible with life. تقل للأهم بقى the most important وهو renal control يا ولاد. renal control ده the most powerful. قلتلك ليه؟ الأبطأ هو الأقوى. قاعدة مش هنا بس لما يقول لك مجموعة حاجات يقول لك مين أهم واحدة فيهم. شوف الأبطأ. الأبطأ هي الأهم. سلولي باتشولي. رينال كنترول ده الموس بارف. ليه؟ لأنه الأبطأ. لأنه بيرجع البي اتش هنا مش تلتين المسافة. افتح ودنك. باك تو نورمال. within 12 to 14 hours. 12 to 14 hours. وتعالى بقى. نتكلم على الميكانيزم بتاعه نديسكاس. يبقى برضو رينال كنترول هتشرحها في ثلاث نقط انها هي الموس بارفول بترجع باك تو نورمال مش التلتين within 12 to 14 hours. يعني حتى عشان اسهل اساعدك في الاعداد يبقى البفر كات فراكشن وسكن. طب واللانج واحد لاتناشر دقيقة. طب
كيدني 12 ل 14 اورز. يعني خد بالك الارقام ماشيه على بعض. الاولانيه كانت تحت 1 ثانيه، وبعدين الثانيه كانت من 1 12 منت، والثالثه 12 14 اور. اي الاولانيه كانت تحت 1 سكند فراكشن اوف سكند، دي 1 تو 12 مينتس، دي هتبقى 12 تو 14 اورز. يعني كل حاجه بساعدك ازاي تحفظها وبنبهك ازاي تتحفظ. يبقى اول نقطه وقلنا اتكلمنا على الريسبشن في كام نقطه، 3 والثالثه فيها 3، الرئه 3 برضه والثالثه فيها 3 برضه. يعني حاجه لطيفه بيسموها منتال سيت يا اولاد، التهيؤ الذهني. يبقى هنا دي الموست باورفول، بترجع البي اتش مش ثلثين المسافه باك تو نورمال بس بعد 12 14 ساعه. والميكانيزم هندسكاست في ثلاث حاجات، تعال نفرق نشوفها مع بعض. بص الرسمه دي اذا ما فهمتهاش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمها. يعني عشان نقولها كده ببساطه شديده، تركيز مطلق. ما هي وظيفه الكيدنيز؟ احنا قلنا الكيدنيز تعمل حاجتين. في جسد لا ينتج سوى احماض، فمطلوب من الكلى حاجتين، تتخلص من الهيدروجين، ترمي الهيدروجين، وتزود الصوديوم بايكربونات والالكي ريزيرف. تاني فكر بهدوء كده معايا، جسمك بينتج احماض، مطلوب من الكليه، مطلوب منها حاجتين، انها تتخلص من الهيدروجين اللي هو اللي بيمثل الحمض في اليورين، وفي البلاد تزود الالكالي ريزيرف. اللي هو مين الالكالي ريزيرف في جسمنا؟ الاحتياطي القاعدي هو الصوديوم بايكربونيت اللي لا اكل ولا امل، اللي هو بنقول 22 ل 26 ملي اكويفالنت بير لتر، من الاعداد المهمه جدا. يبقى في جسد لا ينتج سوى احماض، مطلوب من الكليه حاجتين، التخلص من الهيدروجين في اليورين نمره واحد، والثانيه وتزود البفر اللي هو الالكالي ريزيرف اللي هو الصوديوم بايكربونيت في البلاد. تعال نشوف ازاي بتعملها بقى. عارف المثل اللي يقول لك ضرب عصفورين بحجر واحد؟ اهو ده اللي عملته الكليه. ادي السيل، ده التيوبلر سيل، تحصل فيها ابسط معادله في الجسم اللي هي ايه؟ ووتر بلس كربون دايكسايد بمساعده الكربونيك انهيدريز انزيم، ابسط تفاعل يديني كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وبايكربونيت. الهيدروجين ده هيبقى سكريتد في اليورين اهو، والبايكربونيت ده هندخله للبلد، ولما هنطلع الهيدروجين هنطلعه عوضا عن صوديوم، وناخد عوضا عنه صوديوم فيتكون صوديوم بايكربونيت. يا خبر، يعني في معادله واحده حققت الكليه الشيئين، رمت الهيدروجين في اليورين وكونت صوديوم بايكربونيت بفر، بايكربونيت بفر الكليزير في الدم في ابسط معادله في الجسم. ووتر بلس كربون دايكسايد في السيل، في التيوبولار سيل، يدي بمساعده كربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وبايكربونيت، هنسكريت الهيدروجين ان اكشينج والصوديوم، يبقى تخلصنا من الهيدروجين. هذا الصوديوم اللي خدناه مع بقيه البايكربونيت يديني صوديوم بايكربونيت اللي هو بايكربونيت بافر سيستم زاد في الدم، يبقى خلصنا من الهيدروجين في اليورين في نفس المعادله، وزودنا البافر اللي هو الصوديوم بايكربونيت بافر في البلاد في معادله واحده. فتهللت الكليه فرحه مبسوطه جدا، في معادله واحده عملت الاثنين. سؤال، احنا الصوديوم ده اللي هنتبادله مع الهيدروجين هنجيبه منين؟ انا قلت لك النقطه الثالثه بنقسم ثلاثه، في ثلاث مركبات اساسيه في اليورين بتدينا هذا الصوديوم اللي هنتبادله مع الهيدروجين عشان نكون صوديوم بايكربونيت. بنتبادل الهيدروجين مع الصوديوم بتاع الصوديوم بايكربونيت نمره واحد،
ومع الصوديوم داي هيدروجين داي صوديوم هيدروجين فوسفات اللي هو قلنا يسموه يا اما داي صوديوم هيدروجين فوسفات، في صوديوم اكتر من هيدروجين فيسموه صوديوم الكالاين فوسفات، ليه اسمين يا داي صوديوم هيدروجين يا صوديوم الكالاين فوسفات. لكن طبعا اهم مركب هو معظم الصوديوم الموجود في اليومن هو الصوديوم كلورايد. طيب كليه قالت لنا في شرط امتناع، نال يعني ايه؟ قالت انا مستعد ترمو الهيدروجين وتاخدوا صوديوم عشان تكونوا صوديوم بايكربونات، اي هاتوا الهيدروجين ارموه في اليورين وهديكوا عوضا عنه صوديوم عشان تعملوا صوديوم بايكربونات في البلاط بشرط شريطه تؤن. ايه الشرط؟ ان البي اتش اوف يورين ما ينزلش تحت 4.5، ان اليورين ما يبقاش مور اسيدك على 4.5، لان لو اليورين نزل البي اتش بتاعته على 4.5 الكليه هتتحرق، هيبقى هاي اسيدك اليورين تبوظ الكليه. فهي قالت لو نزلت البي اتش بتاع اليورين لاكثر من 4.5 افتح ودنك، الكليه بتقول اي ويل شات اوف، هقفل العمليه دي، لا هاخد هيدروجين ولا هديكوا صوديوم. ففكرنا بهدوء، طب ازاي انا هاخد منها صوديوم وهديها هيدروجين دون ان ينخفض البي اتش اوف تيوبولار فلويد؟ ما هو لازم لما اخد صوديوم من التيوبولار فلويد عشان اعمل صوديوم بايكربونات هنا واديها هيدروجين 100% هنخفض البي اتش. فكانت هذه هي قصص الثلاث للثلاث مركبات، وتابع واحدة من أعظم الأشياء في صناعة الخالق. تعال تفرج الروعة، تدي مركب مركب. قصة الأولى يلا بينا، هندي هيدروجين وناخد صوديوم عشان نكون صوديوم بيكربونات. يبقى المركب اللي هنتج ايه؟ انا رسمه لك تاني هنا جنبي نفس اليومين ده، بس طبعا رسمه هنا. لما تاخد صوديوم وتدي هيدروجين من الصوديوم بايكربونات، خد صوديوم وديت هيدروجين، يتكون ايه؟ كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد بالكربونيك انهيدريز الى ميه وسي او 2. حتى اقول لك حاجه، السي او 2 ده هيعاد استخدامه تاني بالتيوبلر سيلز، لانه ليبيد سوليبل هيدخل جوه التيوبلر سيلز ويعاد استخدامه في المعادله دي. يبقى الموضوع رسي في المركب الاول على ايه؟ على ميه. لما خدنا صوديوم ودينا هيدروجين، الصوديوم بايكربونيت لما تاخد منه صوديوم وتدي له هيدروجين تحول الى في اليومن الى كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لميه وسي او 2. السي او 2 ده حتى هيعاد استخدامه تاني بالتيوبلر سيلز. يبقى الموضوع انتهى على ايه؟ على ميه. هل الميه يمكن ان تحدث اي تغير في البي اتش؟ طبعا لا. فتهللت الكليه فرحه وقالت بس نجحنا في المعادله الاولى في ان احنا نسكريت هيدروجين وناخد صوديوم عشان نعمل صوديوم بيكربونات، ولن ينتج اي انخفاض في البي اتش بتاع اليومن، لان النتيجه لما قد صوديوم ودينا هيدروجين كربونيك اسيد اللي بقى تشتت لميه ميه ميه والسي او 2 وعاد استخدامه تاني والميه لا تحدث اي انخفاض. فانا بتصور يا اولاد ان في شخصيه سمانيه اسمه قاسم السماوي بتاع رحمه الله، احمد رجب رحمه الله كان عامل شخصيه اسمها بيرسمها له مصطفى حسين في 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 الاخبار اللي هي قاسم السماوي. فانا بتصور عشان تفهم ونبقى شويه مزاح، جه قاسم السماوي قال للكليه انت فرحانه على ايه؟ قلت له فرحانه عشان تخلصت من الهيدروجين في القصه الاولى وخدت صوديوم عشان اعمل صوديوم بايكربونات والموضوع رسي على ميه، لم يحدث ادنى انخفاض في البي اتش. فقاسم السماوي قال لها انت مش ملاحظه انك عملتي صوديوم بايكربونات في البلاد من صوديوم كان موجود في صوره صوديوم بايكربونات في اليورين. انت عملتي صوديوم بايكربونات من صوديوم بايكربونات، فانت ما زودتيش الصوديوم بايكربونات اللي في البلاط، لان الصوديوم بايكربونات ده اللي انت عملتيه عاملاه من صوديوم بايكربونات في اليورين.
كل اللي حصل ان الصوديوم بيكربونات اللي كان في البلاد بص لي هنا وحصل له فلتريشن في اليورين انت رجعتيه تاني بس. انما انت ما عملتيش صوديوم بيكربونات جديد. انت عملتي صوديوم بيكربونات من صوديوم بيكربونات موجود في اليورين كان اساسا موجود في البلاد بتاعك حصل له فلتريشن. كل اللي انت عملتيه عملت صوديوم بيكربونات من صوديوم بيكربونات كان موجود في البلاد وحصل له فلتريشن في اليورين. فانت ما كسبتيش ولا مولكل صوديوم بيكربونات ده كان اساسا في البلاد الصوديوم بيكربونات ده ودخل اليورين وانت رجعتيه تاني البلاد. فتمهلت الكليه قليلا وقالت له ما انا لو كنت ما عملتش العمله دي كان ما هو مصير الصوديوم بيكربونات اللي كان في البلاد اهو وحصل له فلتريشن؟ كان هيفقد. كنا هنفقد كميه لا قبل لنا بها تبقى حافظها صم. كنا هنفقد 4500 ملي ايكوفلنت بير لتر للصوديوم بيكربونات. فصحيح صحيح انا ما كسبتش الصوديوم بيكربونات جديد، انا عملت صوديوم بيكربونات في البلاد من صوديوم بيكربونات كان حصل له فلتريشن، كان في البلاد وحصل له فلتريشن في اليورين، كان في البلاد وحصل له فلتريشن، بس انا بالعمليه دي انقصت 4500 ملي ايكوفلنت صوديوم بيكربونات. لو ما عملتهاش كانوا هيفقدوا في اليورين. في اكبر عمليه انقاذ في التاريخ، عمليه انقاذ الصوديوم بيكربونات اللي حصل له فلتريشن في اليورين بالعمليه دي تم استرجاعه تاني. فعشان كده العمليه الاولى دي يدوها عنوان جميل قوي، عارف ايه؟ ري ابزوربشن اوف فلتر صوديوم بيكربونات. ري ابزوربشن اوف فلتر صوديوم بيكربونات. ولولا هذه العمليه كنا هنفقد 4500 ملي اكويلا من كل لتر صوديوم بيكربونات. فاحنا تعال نقيم العمليه. احنا الكليه في القصه الاولى ما زودتش صوديوم بيكربونات عن اللي كان موجود اوريدي في الدم، لكن هي منعت فقدان الصوديوم بيكربونات اللي كان في الدم. لو ما عملتش العمليه دي كان هيفلتر وينزل في اليورين. بالعمليه دي تم انقاذ الصوديوم بيكربونات، منع فقدان الصوديوم بيكربونات. يبقى نقيم العمليه كده بذكاء، يبقى ما حصلش زياده حقيقيه في الصوديوم بيكربونات، اكشوال احنا منعنا فقدان الصوديوم بيكربونات، لكن في نفس الوقت لم يحدث ادنى انخفاض في البي اتش في اليومن، لان الميه عمرها ما بتخفض البي اتش، الميه لا تخفض البي اتش. انقذنا الصوديوم بيكربونات دون ان يحدث ادنى انخفاض في الهيدروجين. يبقى لا مكسب ولا خساره، لا كسبنا صوديوم بيكربونات جديد في الدم ولا عملنا اي انخفاض في الهيدروجين. نيجي العمليه الثانيه بقى، فكل العيون بترقب القصه الثانيه امله ان احنا نعمل صوديوم بيكربونات جديد من صوديوم ما كانش في صوره صوديوم بيكربونات، انما في صوره جديده اللي هي داي صوديوم هيدروجين فوسفيت او صوديوم الكالين فوسفيت. يلا بينا، ادي هيدروجين للمركب ده وخد بداله صوديوم عشان تعمل صوديوم بيكربونات. ايه النتيجه لما تاخد واحده صوديوم وتدي واحده هيدروجين؟ المركب بدل ما كان فيه 2 صوديوم واحده هيدروجين، انت خدت صوديوم واديته هيدروجين، بقى فيه واحده بس صوديوم واثنين هيدروجين، فيسموه صوديوم داي هيدروجين او صوديوم اسيد فوسفيت، لان فيه هيدروجين اكتر من صوديوم. فحدث انخفاض ضئيل في البي اتش، يعني الصوديوم اسيد فوسفيت ده مش قوي، اسيد ضعيف، يبقى هيعمل انخفاض في البي اتش، بس الحمد لله مش هيوصل 4.5، فالكليه مش هتشط اوف، مش هتمنع العمليه دي. تعال بقى نشوف المكسب. انخفاض ضئيل في البي اتش ده الخساره، والمكسب بدوره تافه 30 ل 40 ملي اكوفلنت بير لتر، 30 ل 40 ملي اكوفلنت بير لتر. يبقى القصه الثانيه كسبنا من جرائها 30 ل 40 ملي اكوفلنت بير لتر بس، ولكن الحمد لله البي اتش ما نزلش ل 4.5، نزل نزول طفيف. فحطوا عنوان هذه القصه، افتح ودنك، formation of titratable acidity، تكون حمض يمكن معايرته. formation يعني تكوين، titratable يعني يمكن معايرته، acidity
يبقى القصه الاولى انتهت بلا خساره بميه، ما فيش اي انخفاض في البي اتش ولا مكسب حقيقي في اكبر عمليه انقاذ انقذنا سن المكرميه اللي حصل له فلتريشن رجعناه تاني 4500، بس ده مش مكسب، دول كانوا بتوعنا في البلاط حصلوا فلتريشن رجعناهم. تاني قصه مكسب ضئيل وخساره ضئيله، المكسب 30 ل 40 مللي اكويفالنت والانخفاض في البي اتش تافه. فكل العيون بترقب القصه الثالثه والاخيره، الامل معقود على القصه الثالثه والاخيره ان احنا ناخد صوديوم من الصوديوم كلورايد عشان نعمل كميه معتبره من الصوديوم بيكربونات، وفي نفس الوقت مش عاوزين نخفض البي اتش 4.5. ولا سيما لا سيما ان معظم الصوديوم اللي في اليومن موجود في صوره ملح صوديوم كلورايد، يبقى اكتر كميه ماء بصوديوم هي في صوره صوديوم كلورايد. فعشان كده كل الامال معقوده والعيون بترقب ثالث عمليه، لا ناخد صوديوم من الصوديوم كلورايد عشان نعمل صوديوم بيكربونات وندي هيدروجين. يلا بينا، خد صوديوم واعمل صوديوم بيكربونات وادي هيدروجين صوديوم بيكربونات، فيتحول الصوديوم الصوديوم كلورايد الى HCl. يبقى خدنا صوديوم من الصوديوم كلورايد وادينا له هيدروجين، فتحول الصوديوم كلورايد الصوديوم كلورايد الى 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 HCl هيدروكلوريك اسيد very strong acid. اول قطرة HCl هتتكون في اليومن هتخفض البي اتش ل 4.5. طب وايه يعني ما تنخفض البي اتش 4.5؟ الكلية حلفة براس ابوها، لو البي اتش نزل 4.5 هتشات اوف الهيدروجين صوديوم اكتشينج، لا هتقبل هيدروجين وهتدينا صوديوم عشان مش هتضيع روحها. فالعملية وقفت، يبقى انتهت القصة الثالثة اللي كانت الامال معقود عليها بمصيبه، بان خدنا صوديوم اللي كان صوديوم بيكربونات ودينا هيدروجين، فالصوديوم كلورايد يتحول الى هيدروكلوريك اسيد فيري سترونج اسيد، خفض البي اتش ل 4.5، فالكليه شوت اوف قفلت الهيدروجين صوديوم اكتشينج. باظت العمليه في ثالث واحده. فمضت الكليه حزينه، ثم أخذت تفكر وتفكر وتفكر، طب نخلص من الحكاية دي إزاي؟ ثم عادت لتفكر وتفكر وتفكر إلى أن قالت الكلية وجدتها، لقيتها، وجدتها خلاص. إيه وجدت إيه الكلية؟ قالت بس أنا عندي حل بقى للقصة دي. قالت إيه؟ انا هعمل امونيا، عشان كده عنوان القصه الثالثه فورميشن اوف امونيا من اي امينو اسيد، سبيشالي من الجلوتامين امينو اسيد. 60% من الامونيا في الكليه بتتعمل من الجلوتامين، من اي امينو اسيد يعمل امونيا، بس سبيشالي الجلوتامين باي ذا ايد اوف جلوتامينيز انزيم. فالكليه هتكون امونيا من امينو اسيد سبيشالي من الجلوتامين امينو اسيد بمساعدة الجلوتامينيز. هذا الأمونيا دي بقى ليبيد سوليبل. يعني ليبيد سوليبل يعني هتدخل جوه اليومن، ونادهت الهيدروجين أمونيا رمزها NH3 مش عاوز عبط، ده أمونيا. نادهت الهيدروجين قالت له تعالى هيدروجين، فجالها الهيدروجين قال لها أنت عاوزاني في إيه؟ دار بين الأمونيا اللي عملتها الكلية والهيدروجين حوار أفضل من الحوار بين فاتي الحمامة ومحمود ياسين في فيلم الخيط الرفيع لما قالت له اعلن حبك وقال لها أنا مش نبي. يبقى شاهد الفيلم الخيط الرفيع. أنا عندي حوار أعمق، وهذا الحوار لما تسمعه يا أولاد هو قمة الفهم للرول أوف كدني في الأسيدوزس، قمة الفهم للرول أوف كدني في الأسيدوزس. تعال اسمع الحوار. الامونيا ندهت الهيدروجين، فجالها الهيدروجين سالته سؤالين هما قمه الفهم للرول اوف كيدني في الاسيدوزس. قالت له هو ليه يا هيدروجين مش راضين يتبادلوا معاك الصوديوم في حاله الصوديوم كلورايد؟ قال لها لانه هتنتج مصيبه، لو خدنا الصوديوم ورحت انا مع الكلورايد هيحصل هيدروكلوريك اسيد فيري سترونج اسيد. فبتستعبط الامونيا، سالته طب وايه يعني ما يتكون هيدروكلوريك اسيد؟ قال لها البي اتش هينزل 4.5 بتاع اليومن،
فبيستعبط. طب الامونيا بتستعبط، بتقول له طب وايه يعني لما ينزل بي اتش 4.5؟ فالهيدرو قال لها الكليه حلفة براس ابوها، لو البي اتش بيورين نزل 4.5 الهيدروجين صوديوم اكشينج ويل بي شات اوف، مفيش تبادل، مش هتسمح، مش هتسمح بانخفاض البي اتش بيورين ل 4.5، انا مش ناوي ابقى اروح. كان هذا هو السؤال الاول، ليه يا هادرين ما وافقوش على التبادل مع الصوديوم في حال صوديوم كلورايد؟ الاجابه في عجاله، لان كان هيتكون هيدروكلوريك اسيد فيري سترونج اسيد هيخفض البي اتش اوف يورين ل 4.5، فالكليه هتمنع عمليه التبادل بالهيدروجين والصوديوم. فالامونيا قلت له اسالك السؤال الثاني، طب ما كفاك يا هيدروجين، كفايه عليك تتبادل مع المركب الاول اللي هو الصوديوم بايكربونيت، والمركب الثاني اللي هو دايسوديوم هيدروجين فوسفيت. فقال لها بقى السؤال ده بقى، السؤال الثاني ده بقى والاخير ينقسم الى قسمين، اجاوبهم لك واحده واحده. بقى تبادل الهيدروجين مع الصوديوم بتاع الصوديوم بايكربونيت بينتج عنه صوديوم بايكربونيت كان اساسا بتاعنا في صوره صوديوم بايكربونيت، يبقى ده احنا ما كسبناش حاجه، احنا الصوديوم بايكربونيت اللي حصل له فلتريشن اهو صوديوم بايكربونيت رجعناه تاني للدم صوديوم بايكربونيت، انقذنا 4500 ملي اكوفرنت كل لتر، لكن ما عملناش اي صوديوم بايكربونيت زياده. نيجي للتاني، الصوديوم بتاع الداي صوديوم هيدروجين فوسفيت التبادل ده صحيح بينتج عنه حمض ضعيف اسمه صوديوم اسيد فوسفيت او صوديوم داي هيدروجين فوسفيت، انخفاض تافه في الهيدروجين في الـ في الـ في البي اتش بيورين، لكن بنكسب حاجه تافهه قوي 30 ل 40 بس ملي اكوفيلنت بير لتر. فالقصه الاولى لن ينتج عنها اي مكسب، انما منعنا الخساره في اكبر عمليه انقاذ ل 4500 ملي اكوفيلنت بير لتر، والقصه الثانيه انقاذ لكميه ضئيله او عملنا كميه اسف ضئيله 30 ل 40. فكل العيون معقوده على الصوديوم بتاع الصوديوم كلورايد، انه اكبر كميه في اليومن هو الصوديوم اللي في صوره صوديوم كلورايد. فالامونيا قالت للهيدروجين بص يا هيدروجين انت وشك يا ابني ما فيهوش قبول، قال لها يعني ايه؟ قلت له لما بتروح تتبادل مع الصوديوم بتاع الصوديوم كلورايد لوحدك بيرفضه لان هيتكون اف سي ال، انما لو جيت معايا الامر هيختلف يا هيدروجين. قال لها هنجرب. فاتحد الهيدروجين مع الامونيا ان اتش 3 وكونوا صورة جديدة اللي هي NH4 أمونيوم آين، ومش عاوز عبط، دي انطقوها أمونيا NH3 أمونيا بعد اتحادها مع الهيدروجين NH4 4 أمونيوم آين، ده ليبيد سوليبل الأمونيا، عشان كده دخلت الأمونيوم آين ليبيد انسوليبل وهو المطلوب عشان يبقى تراب في اليومن عشان ما يرجعش تاني. راح الهيدروجين مع الأمونيا في صورة جديدة اسمها أمونيوم آين، وقالوا للصوديوم كلورايد تتبادل معانا المرة دي صوديوم مش مع هيدروجين، صوديوم مع هيدروجين مضاف إليه أمونيا يعني في صورة أمونيوم آين، ترضى؟ وافقوا فورا لأن ما تكونش HCl اتكون أمونيوم كلورايد، إرادر نيوترال سولت لن يحدث انخفاض يسكر في البي اتش، وبالتالي وافقوا على التبادل، وبالتالي قدرنا ناخد كميات رهيبة من الصوديوم بتاع الصوديوم كلورايد عشان نكون كميات رهيبة من الصوديوم بايكربونيت في الدم، تصل في كرونيك أسيدوزيس إلى 500 ملي إكوفيلنت بير لتر. يعني القصة الأولى والثانية كنا النتيجة الحقيقية اللي فاهم قوي كسبنا 30 ل 40، انما النتيجه في القصه الثالثه كسبنا 500 ملي ايكوفيلنت في الكرونيك اسيدوزيس. فلولا الفورميشن امونيا ما امكن زياده الصوديوم بايكربونيت بمقدار 500 ملي ايكوفيلنت بير لتر في الكرونيك اسيدوزيس. دي كانت القصص الثلاثه للسكريشن اوف هيدروجين في اليورين والفورميشن اوف صوديوم بايكربونيت في البلد كما ينبغي ان تفهم، وهي تنقسم لثلاث قصص قصيره، تبادل هيدروجين مع الصوديوم بتاع الصوديوم بايكربونيت
لم نكتسب سوديوم بيكربونات ولم نفقد سوديوم بيكربونات، ما كسبناش حاجة بس أنقذنا في أكبر عملية إنقاذ 4500 دون أن يحدث أدنى انخفاض في البي اتش، لأن الموضوع ليس على مية. في تاني قصة كسبنا 30 ل 40 بس حصل انخفاض تافه لأن السوديوم ألكالين اتحول لسوديوم أسيد، الداي سوديوم هيدروجين إلى سوديوم داي هيدروجين فورميشن أوف تيتريتر أسيدي. أما المكسب الحقيقي فحصل بسبب الأمونيا. هيدروجين مع صوديوم في حاله صوديوم كلورايد غير مقبول، باضافه الامونيا امونيوم اين بقى مقبول لانه بيدي امونيوم كلورايد، مش هيخفض البي اتش 4.5، منع الانخفاض فالعمليه استمرت وكسبنا 500 ملي ايكويفالنت بير لتر. يبقى يا اولاد تعقيبين للاوائل، الثلاث قصص دي انا شرحتها لكن لا تحدث في نفس المكان. فعمليه ان احنا نتبادل هيدروجين مع صوديوم بايكربونات ده بيحدث في البروكسيمال كونفرتد تيبيول اللي هي عمليه الانقاذ ل 4500 ملي اكوفيلنت. يبقى عمليه الانقاذ تملي الكميه الكبيره، الرقم الكبير اتعلمناه، لا تؤجل عمل اليوم الغد. في البروكسيمال كونفرتد تيبيول بنتبادل هيدروجين مع الصوديوم بتاع صوديوم بايكربونات عشان نرجع صوديوم بايكربونات تاني ده في اكبر عمليه انقاذ ل 4500 ملي اكوفيلنت بير لتر. اما القصه الثانيه اللي كسبنا فيها 30 ل 40 والقصه الثالثه اللي اسمها فورميشن اوف تيتريتر الاسيتي والقصه الثالثه اللي هي عنوانها فورميشن اوف امونيا اللي كسبنا فيها 500، فالقصتان دول تم القصص دي اسف القصتان تم في الديستال كونفيوت تيبيول كولكتنج تيبيولز. يبقى الاوائل مش الثلاث قصص انا راسمهم افرس واحد عشان تفهم، انما الرقم الاكبر اللي هو 4500 واللي عنوانه ري ابزوربشن اوف فلتر صوديوم بيكربونات، ري ابزوربشن اوف فلتر صوديوم بيكربونات، عمليه انقاذ الصوديوم بيكربونات دي كانت في البروكسيمال كونفيوت تيبيول. انما القصتان اللي هما الثانيه والثالثه اللي واحده كسبنا فيها 30 ل 40 والامونيا كسبنا فيها 500، الامونيا نسميها فورميشن اوف تيتريتابل اسيتي وكسبنا فيها 30 ل 40، والثالثه الاهم اللي هي الفورميشن اوف امونيا وتسببت في مكسب 500 ملي ايكوفالنت بير لتر في الكرونيك اسيدوزيس، فدول حدثا في الديستال كونفيوتد تيبيول والكولكتنج تيبيولز. والاوائل ممكن تقول ان الهيدروجين سكريشن في الاخر از انكريزد باي الالدوستيرون، قلنا كان بيزود السكريشن وهيدروجين وبوتاسيوم، وطبعا زياده الانترسيور كربون دايوكسيد لان هو ده مصدر الهيدروجين اهو، ونقص الانتراسيلولار بوتاسيوم لان في كومبيتيشن ما بين الهيدروجين والبوتاسيوم. يبقى ثلاث حاجات يزودوا السكريشن والهيدروجين: الالدوستيرون، زياده الانتراسيلولار سي او 2، ونقص الانتراسيلولار بوتاسيوم. ده كان بارت 1 في المحاضره الاخيره، وبعد دقائق حوالي 15 minutes هنلتقي في بارت 2 هصغير جدا جدا وأسهل كثيرا يا أولاد. In 12 to 15 minutes نلتقي بإذن الله، في أقل من الساعة هنخلص الجزء الثاني. شكرا.